بعد تعادل مع وفاق سطيف الجزائري 2-2 الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا الأندية أبطال الدوري بعد الفوز في مجموع المباراتين 6-2. كابتن شريف ألف ألف مبروك. ألف مبروك، ألف مبروك على كل شيء الحقيقة، على الروح النهاردة أول تايم، على الأداء، على تحمل المسؤولية. لعيبة بتكرر نفسها في مباراتين ورا بعض، وإن كان طبعا ما بتلعب خارج أرضك والظروف اللي انت بتقابلها، نتيجة مطمئنة على كل شيء يعني. أنا وإحنا بنتفرج غير ما أي حد بيتفرج بيستنى النتيجة شكلها إيه، يعني بنتفرج عامة كصورة كاملة، بنتفرج على اللعيبة، بنشوف الحالة البدنية شكلها إيه. الحمد لله بنتمنى إن ما يبقاش فيه إصابات كتير قوي، عشان المباراة اللي جاية وانت خاصة انت هتلعب كمان، هتخش بقى في الضغط تاني اللي هو مباراة الدوري المحلي. ف رؤية فنية للجهاز الفني كمان، ملعب حلو شكله حلو تقدر تلعب فيه. طبعا انا بكلمك كده وانا كنا كسبانين وكنا نقدر نكسب ماشي 2-2 كويسين وبرضو، بس خلي بالك وانت لعيب في الملعب وبرضو انا قلتها يمكن في الانترو، ما بنساش برضو نتيجة المشي الاولاني كويس، ولكن انا يكفيني ان انا وانا مش بقدم اداء افضل، انما شخصيه البطل موجود، انت ما خسرتش. ايوه طبعا انت قدرت ترجع للماتش في الاخر وتعديلت 2-2. بس انا عايز اقول لك اقل مجهود، عايز اقول لك على حاجه، شكل اول ربع ساعه يا بلال اللي احنا كنا بنتمناه انا وانت في التسجيل هدف يخلص الحكايه صح. لا لا طمعنا اكتر. ايوه انا طمعت وانا بتفرج في اول ربع ساعه. ايوه طمعت على كل كوره، احنا هم خلاص فكوا خالص من اول هدف، بقيت انت كل كوره رايح بيها تقدر تجيب جول، ده الاحساس اللي جاي لي انا. عشان كده مش زعلان، بس كنت اطمع برده في ارسال رساله قويه جدا لاي حد منتظر البطل. بس انت قدمت رساله قويه برضو. طبعا طبعا، يعني انت مش وانت في افضل حالاتك الفنيه، عندك برضو بعض اللعيبه كانوا مجهدين شويه، كانوا خايفين على رجلهم شويه، حصل لا قدر الله في الاخر بعض الاصابات، نتمنى ان شاء الله انها ما تكونش اصابات جامده. عندك حاجه هنتكلم عليها بعد كده، هنتكلم عليها بعد كده، لان دي برضو عليها كلام وكلام قريناه كلنا النهارده، حته ضغوط المباريات من اتحاد الكره قبل نهائي افريقيا ان شاء الله، برضو عايزين نتكلم فيه النهارده باذن الله. انت عندك ثلاث ماتشات في اسبوع، اربع سبت اربع. بص يا ايمن، انا عاجبني الانسجام اللي موجود في اللعيبه بقى لهم فتره، يعني الماتش اللي فات والماتش ده في انسجام، عندهم ثقه في امكانيات بعض. ايوه السرو باص لما بيتلعب دلوقتي بيتلعب بحسابات، واي حد بيعمله بلاي ميكر في الملعب، الجون الاخراني اللي احنا جايبينه قد ايه في تحرك ممتاز جدا محمد شريف، قد ايه بيرستاو تصرف من بيرستاو هاي بقى، يعني راجل بيتحرك وبيدي كل امكانياته، اذا كانت الهجوميه او الاسيست او اي حاجه موجوده، فدي كلها مكاسب. مظبوط. مش عيب، احنا لما كنا بنروح نلعب بره وبنرجع متعادلين كنا بنبقى في منتهى السعاده. يعني مش رايحين نكسب بس يعني، او لا على ايامنا احنا لما كنا نروح نكسب بره يعني. فكتر خير اللعيبه في الفتره دي انها بتسافر بره وبتعمل لنا النتائج دي وبتعدي وبتروح الفاينل. فارجو اللعيبه كلهم باذن الله النهارده يبقى في استشفاء سريع جدا، والدور بقى دلوقتي عشان انت بتلعب على نهائي افريقيا، الدور ده بقى جهاز فني كله دلوقتي. جهاز فني نفس الشكل قبل المباراه باسبوع، الشكل المعسكرات اللي احنا كنا بنتكلم فيه قبل كده. فاعتقد ان خلاص الطريق مفتوح بالنسبه لنا، تهيئه الجو النهائي تهيئه. وفي جمله انا بحبها، ان الله يحب شعب اذا ارادوا اراد، يعني ادام انت اشتغلت وتعبت وبتدور على انك تجيب البطوله وكل مره بنفس الشكل ما تقلقش من اي حد. يعني ان الله يحب شعبا، يبقى انت اذا اراد ربنا يحب فريق اذا ده لازم، دي حاجه كل الناس بتشتغل ربنا هو اللي شايف انك انت بتشتغل وبتشتغل كويس قوي، وعشان كده ربنا بيكرمك. انا بكلمك في حته اللي هي مهما كنا هنلعب في ارض بره او عندنا تخطيط لاي شيء بيبقى ضد، ربنا معاك ادام شايفك انت بتشتغل وكل حاجه، اشتغل وادي كل اللي عندك واخلص، ربنا مش هيسيبك طبعا. بس انت قلت لي حاجه يا كابتن في البدايه، ابعد عن السلبيات. انت جايب السيناريوهات السلبيه دي احنا مش جايين نفكر فيها. صحيح. اي حاجه هتبعدنا او هتخوفنا او هنتكلم فيها والسوشيال ميديا زقنا معاها، لا خلاص. بالظبط. ما حدث حدث. بالظبط. واحنا الحمد لله متعودين على كل الظروف وبنلعب في اي ظروف يعني. صح.
صحيح. فمبروك النهارده وعبال البطوله باذن الله. يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه الف مبروك، تاهل مستحق. اه طبعا هو التاهل مستحق من هنا طبعا. ويمكن احنا قبل المباراه قلنا كده، ما كانش فيه قلق، يعني ما كانش فيه قلق ان النادي الاهلي بخبراته الكبيره بلاعبته باجهزته الفنيه بكل بالمنظومه بتاعه النادي انه يبقى كسبان 4-0 مع فريق زي وفاء سطيف وتبقى قلقان وانت رايح تلعب هناك، صعب جدا. فانت بنسبه كبيره جدا اذا ما كانش 100%، بس عشان احنا بنسيب يعني ولو 1 في 1000 للقدر يعني، لكن احنا بنتكلم في كره القدم واحداث حصلت، انك تكسب 4-0 يعني انا شبه متاكد ان النادي الاهلي وصل. ولكن هو كان القلق في ايه؟ لو انت ما خدتش الامور بجديه، القلق انك انت تبقى مستهتر، القلق ان انت سواء كجهاز فني او لاعبين انك تلعب. احنا بنشوف من بره، احنا كمتفرجين كنقاد احساسنا بالماتش، لكن اللعيبه مش معنى ان احنا بنقول احنا وصلنا من هنا ان الانطباع يوصل لهم انه لا يلعب باي اسلوب او بروح مش روح عاليه باستهتار بتاع، لا ما كانش قصدنا كده. احنا بنقول بنلعب بقوه، بنلعب باحترام المنافس، ولكن الوصول كان من النتيجة هنا 4-0. ايوه انت رحت كملت هناك او اكدت الوصول. انت قصدك ان ما كانش في حاجة تستدعي القلق؟ لا بالنسبة لي ما كانش في حاجة تستدعي القلق خالص. لا خالص، ما كنتش قلقان خالص. لا من الاستوديو اللي فات ولا من بداية الماتش النهارده. من الاستوديو النهارده. الاستوديو النهارده. ما كنتش قلقان طبعا. ايوه. ايمن صعب قوي في الكورة انك تبقى مغلوب 4 وفرقه بحجم الاهلي وتروح في مع احترامي كمان لفرقه وفاء سطيف انك تخسر بنفس العدد او اكتر. ايوه يعني عايزه حاجه معجزه. يعني شبه معجزه. ماشي احيانا ممكن تحصل في الكوره بس صعب جدا برضو مع كفرقه زي النادي الاهلي. ضرب المستحيل بالنسبه للنادي الاهلي. الحمد لله اللعيبه خدت الموضوع بجديه من البدايه، واول تلت ساعه من احلى او 25 دقيقه من احلى الفترات النادي الاهلي لعبها السنه دي. تمريرات سريعه جدا، استحواذ، ضغط، وقلنا انه مستر موسيماني عنده كل السيناريوهات ممكنه بالنتيجه اللي حصلت هنا. نتيجه 4-0 مدياك انك تعمل في الماتش اي سيناريو انت عايزه. قلت لك لو عايز يلعب ضغط من قدام هيعمل، لو عايز يلعب تلتين ملعب ويلعب على هجمات نص ملعب ويلعب على هجمات مرتده هيعمل. فهو ابتدى زي ما انا كنت متخيل ان هو كسبان 4-0 ومش خايف، فضغط من قدام قوي واللعيبه كانت عندها جرأه شديده جدا، وفعلا قدرت تجيب في اول 3 دقايق جون من احلى الاهداف اللي اتعملت السنه دي للنادي الاهلي بتمريرات سريعه جدا بين عبد القادر وشريف وعبد القادر وبيرسي تاو، وجون رائع في اول. الجول ده غير بدايات فاق سطيف، اثر على بدايات فاق سطيف. ده انهى المباراه. بالظبط. ايمن بس هو اسامه عايز يبين ان الفارق كبير قوي بين النادي الاهلي وبين فاق سطيف. دي حقيقه، دي حقيقه. معلش مع احترامي الكامل ليهم، لا في فرق. النادي الاهلي باين خبراته، باين امكانيات لعيبته، باين لعيبته الدوليه. انت عندك 7-8 لعيبه في النادي الاهلي الدوليين، انت منتخب مصر، انت بالنسبه لوفاء سطيف تقريبا ولا واحد. يعني في فروق واضحه. والنتيجه هنا اكدت كده، النتيجه بتاعت 4-0 مخليك رايح مطمن. بيبقى عندك شيء من مش من القلق، انك بس عايز تاكد انك اللعيبه ما تاخدش الموضوع باستهتار، لكن غير كده النتيجه لا كبيره. واكدتها بهدف بدري جدا في الدقيقه الثالثه زي ما قلت لك، هدف من احلى الاهداف، واللعيبه كان عندها جرأه وثقه، لانك انت بتبقى كسبان بنتيجه كبيره كده هتاخد ثقه امتى؟ يعني صحيح. انا كلاعب كوره لو انا مش كسبان في ملعبي 4-0 ورايح العب بره، امتى هبقى عندي ثقه في نفسي؟ صحيح. امتى هبقى مش خايف؟ امتى هبقى جريء؟ امتى يعني النتيجه كانت مريحه. احنا قلنا لو الظروف غير كده، لو 1-0 2-1 زي ماتش الرجاء، لا القلق كان هيبقى اكتر والتوتر كان يبقى اكتر
والخوف على النتيجه كان هيبقى اكتر. فالنهارده الفرقه بالذات الشوط الاولاني اكتر، يعني يمكن اكتر من الشوط الثاني، الاداء كان هايل، في جراه، في ثقه، في تمريرات سريعه، في هجمات، وقدرنا نجيب جون بدري قضى على الماتش. ولما نيجي بقى نتكلم على كل فنيات فمبروك، وطبعا طبعا صعود مستحق طبعا. طيب غدا ان شاء الله في اجتماع طارئ لمجلس اداره النادي الاهلي. يعقد مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب غدا اجتماعا طارئا وبحضور مجلس اداره شركه الاهلي لكره القدم، وذلك لمناقشه ومتابعه كافه الامور المتعلقه بازمه المباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا بعد القرار غير العادل الذي صدر متاخرا من الاتحاد الافريقي لكره القدم باسناد تنظيم المباراه النهائيه لملعب بعينه للعام الثاني على التوالي، ومنح احد طرفي المباراه النهائيه فرصه اللعب على ملعبه وسط جماهيره على حساب الطرف الاخر. واستعرض المجلس في اجتماعه كافه الخطوات الاداريه والقانونيه التي تم اتخاذها خلال الايام القليله الماضيه، ويقوم باتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي الادبيه والفنيه. هنروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع ياسر ابراهيم، ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. تحليلك من جديد كابتن ايمن شوقي، كل نجوم الصوت التحليلي، جمهور النادي الاهلي في كل مكان. بالتاكيد مباراه صعبه جدا زي ما اكدنا قلنا، وعي الكبير لكل لعيبه النادي الاهلي بعيد عن نتيجه المباراتين ان شاء الله اهلتنا للمباراه النهائيه. كابتن ياسر ابراهيم واحد من نجوم النادي الاهلي قلب الاسد زي ما بنقول، مبروك يا كابتن ياسر. فوز مهم الحقيقه، 180 دقيقه اديناها على مراحل، مرحله اولى في القاهره، مرحله هنا في الجزائر، حطينا في الاجواء، شايف الوصول للمباراه النهائيه ازاي؟ حلم كبير جدا لكل جمهور النادي الاهلي يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك فيك. طبعا برحب بالكابتن ايمن شوقي وضيوفه اللي في الاستديو طبعا كلهم. بقول مبروك طبعا لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي والاداره والعمال وكل الجهاز الطبي. طبعا الحمد لله قدرنا نعدي شوطين، يعني ماتش كامل، شوط في مصر وشوط هنا على اكمل وجه الحمد لله. كان نفسنا النهارده نطلع كسبانين، بس الحمد لله ما فيش نصيب، قدرنا نطلع متعادلين، فدي حاجه كويسه. ومبروك التاهل باذن الله، نقدر بقى خلاص نقفل الصفحه دي ونركز في ماتشين الدوري الجايين دول، مهمين جدا لازم نركز فيهم عشان خاطر ندخل افريقيا تاني، لان انا عرفت الموضوع ده يعني سمعنا عنه. فباذن الله نقدر نركز فيهم ونعمل نتيجه كويسه، نكسب ان شاء الله ونرجع النادي الاهلي لمكانته الطبيعيه تاني ان شاء الله. خبرات حسمت المباراه، خبرات كبيره جدا وتحدي كبير جدا. وعايز اروح معاك لحته مهمه جدا، وهو اجتماع الكابتن الخطيب بيكو قبل السفر وقبل التوجه هنا، فرقت معاكم بشكل كبير جدا اكيد يا ياسر. اكيد طبعا، اكيد الخبرات طبعا ليها عامل اساسي وليها دور مهم طبعا في الفرقه. كباتن الفرقه دايما بيتكلموا معانا باستمرار، الكابتن الخطيب طبعا في ظهرنا دايما وداعم لينا في قبل اي مباراه مهمه وقبل فتره مهمه، دايما بيجي يقعد يتكلم معانا وبيحمسنا وبيدينا دوافع كويسه. فطبعا بنشكره وبنبارك له ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا كده ونقدر نركز برده ونجيب البطوله باذن الله، ايا كان الملعب اللي هنلعب فيه ايه، احنا مركزين باذن الله ناخد الثالثه على التوالي ان شاء الله. طول عليك، لك الكلمه لكل الرجاله اللي حققت المباراه النهارده ومستنيين ان شاء الله تحققوا البطوله يا اسطى. اقول لهم طبعا الف مبروك، وهي دي رجاله النادي الاهلي في اي ملعب وفي اي مكان بتظهر معدن الرجال. الف مبروك يا رجاله، وان شاء الله ربنا يكرمنا كده في الفتره اللي جايه ونقدر نجيب البطوله باذن الله. حبيبي الله يبارك فيك. كل الشكر والتقدير الحقيقه للكابتن ياسر ابراهيم. يا رب ان شاء الله باذن الله نشوف الجديه والحماس اللي احنا شفناه في ال 180 دقيقه ان شاء الله في المباراه النهائيه. يا رب ان شاء الله باذن الله ال 11 تكون اهلاويه. شكرا جزيلا زميل العزيز كريم احمد. كابتن عادل الف مبروك. اولا الله يبارك فيك يا كابتن. في حاجة مهمة أنا عايز أقولها. اتفضل. هو ليه النادي الأهلي كبير؟ في شوية ثوابت كده في النادي الأهلي اتعلمناها على مدار أجيال كلها. رقم واحد روح الفلن الحمراء. طب أنت ليه بتجيب جون دائما في الوقت الضايق بعد التسعين؟ هل دي بتبقى صدفة؟ لما تعملها 50-60 مرة صدفة؟ لا، علشان أنت عندك إصرار وتربيت عليها وبتشتغل عليها طول الوقت. طيب ليه احنا طول كل الماتشات احنا بدد الفرق اللي قدامنا حقها علشان تكسب؟ لانك انت التعادل والخساره بالنسبه لك كارثه، عشان انت كده كبير. انت فاهمني؟ فطول الوقت لازم يبقى في جديه في كل حاجه، واحترامك لجميع الفرق، واحترامك ولا واحترامك لجميع الفرق بيؤدي لاحترام نفسك انت. لانه الناس لازم تعرف حاجه مهمه، النادي الاهلي كل الانديه اللي بتلعبها حتى الانديه الافريقيه يا كابتن بيبقى يوم عيد بالنسبه لها ان يكسبوا النادي الاهلي. ده في مدربين بيقعدوا يدربوا سنه او سنتين في الدوري
عارف أيه. عشان ايه؟ علشان كسبوا الاهلي أيه. انت فاهمني؟ فعشان طول الوقت انت مهدد، طول الوقت انت ده اللي بيخليك انت بطل. تعمل حسابك على كل فرقه، تعمل حسابك على كل مباراه، تقفل انت بتقفل. يعني احنا وصلنا للنهايه، انا متاكد تماما، انا متاكد بص انا قاعد معاك هنا في الاستوديو، انا متاكد تماما اللي موجود في الجزائر مع الفرقه الكابتن سيد عبد الحفيظ اول كلمه هيقولها لهم ايه؟ شكرا انسوا احنا خلص. عندنا فاينل. مش عندنا فاينل، لا هيقول لك عندنا الدوري وبعد الدوري هيقول لك عندنا الفاينل. ما هو التحضير ده والاستراتيجيه اللي انت شغال فيها دي هي اللي بتاهلك انك انت تبقى بطل. لا طول الوقت انك انت لو استهترت باي فرقه او استهترت باي نتيجه. يعني انا من كل يعني سعيد قوي ان انا ما طلعتش خسران في قبل نهائي افريقيا، لان بعد البطولات في تاريخ، انت بتتكلم على تاريخ النادي الاهلي ما تغلبش من سطيف مثلا، انت فاهمني؟ ده اللي هو كان جوانا. وانا ما زلت بقول انا لو كسبان هنا 10 وهروح العب اقل فرقه في العالم هعمل حسابها وهبقى مديها حذر وهشتغل بكل الروح وبكل القوه. ما عنديش انا الحته بتاعت ان انا ابقى هادي دي ومطمن جواك انت كلاعب عندك ثقه في نفسك وثقه في ناديك وفي تدريبك وفي شغلك. لكن في حاجات في الكوره لازم تحترمها، لازم تحترم احكامها. احيانا الكوره بتقسى على ناس كتير. يعني احنا بنتكلم على طيب باريس سان جيرمان لما كان بيلعب ببرشلونه وكان فاضل 6 دقائق وعاوزين برشلونه هيجيب في باريس سان جيرمان احسن لعيبه في العالم كانت باريس سان جيرمان يجيب فيهم 3 اجوان ويخرجهم من بطوله افريقيا. ريال مدريد مع المان سيتي افضل دلوقتي افضل فرقه في العالم المان سيتي، ما في اخر 3 دقائق ريال مدريد اقصاهم ولعب في النهائي مع ليفربول، هيلعب مع ليفربول في النهائي ده في قد ايه؟ في 4 5 دقائق. ريال مدريد في المباراه دي ما كانش شايفه، ما كانش كويسه، لكن في اخر 5 دقائق واخدين على الروح ده. احنا بنمثل الامر ده، الروح دي، الجدعانه دي، صح. القلب ده. يعني انا عاوز اقول لك انا كتير جدا يا كابتن ايمن براهن على روحنا وبراهن على لونفا لنتنا وبراهن على جمهورنا وبراهن على تاريخنا كابتن. والدليل طول الوقت. والدليل بطولاتك، انجازاتك، طبعا ارقامك، طبعا. على فكره التاهل ده للنادي الاهلي التاهل للنهائي للمره ال 15 في تاريخك، كسبت من 15 10 ان شاء الله ناخد او من 14 يبقى ان شاء الله، وان شاء الله ناخد اللي جايه باذن الله تبقى المره ال 11 باذن الله. ده ما حدش بيحققها غير النادي الاهلي. ما انت فريق كبير. النادي الاهلي على فكره النادي الاهلي مش كلمه، النادي الاهلي فعل وشغل. يعني بمعنى ايه؟ يعني ناس كتير قوي النادي الاهلي بيكسب، كلمه المكسب دي الناس تقولها سهله مزبوط. انت فاهم؟ لكن النادي الاهلي عشان يعملها بيعمل ايه؟ بيشتغل كتير قوي وبيشتغل وبيشتغل. ما هو ده الفرق ما بين النادي الاهلي واي نادي تاني في في المنطقه كلها، مش في مصر بس، صحيح. يعني بكلمك في افريقيا وفي المنطقه كلها مزبوط. مين اللي عنده استمراريه دايما؟ هو النادي الاهلي. البطل. ليه عنده استمراريه النادي الاهلي؟ مش طب احيانا احيانا بيجي عليك وقت بيبقى عندك مجموعه من اللاعبين عالي قوي وجيل عالي قوي وجيل متوسط، لكن يبقى حاجه واحده بس هي الروح وروح فلنه النادي الاهلي. صحيح. علشان كده احنا مبروك اولا وصلنا النهائي بدون ما في قبل النهائي ان احنا ما اتغلبناش، اتعادلنا وعملنا نتيجه عريضه هنا في مصر، وان شاء الله نتوجها في اي مكان هنلعب فيه باذن الله ربنا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب نروح لزميلنا كريم احمد مره ثانيه ولقاء مع احمد عبد القادر نجم النادي الاهلي. بجدد تحيه لك من جديد كابتن ايمن شوقي كل جمهور النادي الاهلي. عبد القادر مبروك. عبد القادر فوز مهم الحقيقه واداء مميز كالعاده من عبد القادر، ثقه كبيره ووعي كبير من كل لعيبه النادي الاهلي. خلاص حققنا هذه المباراه، عندنا مباراه بقى صعبه ومهمه جدا، المباراه النهائيه. لكن المباراه النهارده بتمثل لك ايه والفوز بيمثل عبد القادر؟ والله الحمد لله انا طبعا برحب بالناس الكابتن اللي موجوده في الاستوديو النهارده. زي ما انت شايف اداء رجولي من كل اللعيبه. يمكن بدايه الماتش ريحتنا شويه لما جبنا الهدف الاول، بدا يشيل الضغط من علينا شويه في اول الماتش، بدانا نلعب كورتنا بعد شويه. يمكن كان على فترات بس بنفقد الكره كده نتيجه لبعض الاجهاد من بعض اللعيبه، فالحمد لله ربنا كرمنا بالنتيجه المطلوبه مننا وقدرنا نبقى موجودين في النهائي الحمد لله المره الثالثه على التوالي.
جمهور النادي الاهلي عنده ثقه كبيره جدا في عبد القادر ومستني منه الكتير. التوفيق اما بيكون موجود بتحقق امور عديده جدا. الامر ده بتحسبه ازاي وشايف الفتره اللي جايه مع عبد القادر ازاي مع جمهور النادي؟ والله مش عبد القادر بس، عبد القادر كل تركيزه منصب انه يبقى في خدمه الفريق، مش عبد القادر بس انه يحقق حاجه لنفسه. طول ما عبد القادر بيساعد الفريق وماشي كويس بتبقى حاجه كويسه جدا لعبد القادر طول ما هو بيحاول يساعد الفرقه. فاتمنى ان انا اكمل بالمستوى ده وان شاء الله احاول اطور الحاجات اللي حاسس انا من جوايا ان هي ما كنت بقى ناقصاني. فطبعا بقول لجمهور النادي الاهلي ان شاء الله اللي جاي احسن وانتظرونا ان شاء الله نقدم مباراه قويه باذن الله في النهائي. بس احنا زي ما انت عارف عندنا ماتشين في الدوري لازم نركز فيهم الاول، ناخدها كده درجات ان شاء الله نطلع بالسته بونت وربنا يكرمنا ان شاء الله في النهائي باذن الله. هطول عليك لكن خلاص الصفحه دي اتقفلت، عندنا مباراه مهمه جدا وهي تحديدا كمان مباراه الوداد. مهما كان الملعب ومهما كانت الاجواء احنا عندنا رجاله في اي مكان بتكون موجوده. شايف المباراه النهائيه ازاي من وجهه نظرك؟ والله زي ما انت الناس كلها عارفه تبقى المباراه النهائيه تبقى عامله ازاي. طبعا بتنزل طبعا كل تركيزك انك تبقى تحارب على البطوله، خلاص انت عديت كل المراحل الصعبه، انت خلاص موجود في الفاينل فهتعوز تاني. لازم طبعا كل مجهود السنه اللي طلعتها في البطوله تطلعها في الماتش ده. فانا اعتقد ان الرجاله ان شاء الله على قدر المسؤوليه وباذن الله باذن واحد احد ان شاء الله التوفيق يبقى حليفنا في الماتش ده وان شاء الله تبقى البطوله من نصيبنا باذن الله. يعني الله يبارك فيك حبيبي، تسلم. بنشكر اكيد نجم نجوم النادي الاهلي احمد عبد القادر، لكن في هذه اللحظات عوده للاستوديو التحليلي والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد. كابتن بلال الف مبروك، الرد بتاعك على كابتن عادل. عارف لو رديت وقلت حاجه ده حق الرد، مش ليك حق الرد. لا لا، الرد في ايه؟ الرد في ايه؟ لا انت مالك قلقان كده ليه يا كابتن؟ قلقان وخايف كده ليه يا كابتن؟ جزئيه من اللي انا قلته يا كابتن عادل عملت عليها عادل. جدع كابتن، يلا يا بلال. انا مش هقول حاجه يا كابتن، ادالك المفتاح. قول ان احنا ما عندناش روح. لا طبعا، لا ما نقدرش طبعا. ازاي بس؟ ادينا الرد بقى. اتفضل يا كابتن بلال. ليه ما عندناش روح؟ ليه يا كابتن؟ انت اللي هتقول. هو انا لما قلت 4-0 والنتيجه والاهلي صعد 100% ده كان وعشان عارف شخصيه الاهلي ده كان ليه؟ فاهم؟ انت بتقول كلام يا كابتن عادل ممكن يعني داخليا غير مقتنع بيه، لكن انا مقتنع باللي انا بقوله. ليه يا كابتن؟ انا لما قلت 4-0 كنت متاكد، لان انا عارف طبيعه لعيبه النادي الاهلي، عارف شخصيه النادي الاهلي، وعارف قيمه النادي الاهلي، وعارف حجم النادي الاهلي، وعارف حجم فاق الصيف بالظبط الاثنين مع بعض الاتنين. عشان كده لما قلت كابتن ايمن 100% حتى مش 99.9 الاهلي هيصعد. تمام، لان مش الاهلي اللي يتغلب، مش الاهلي اللي تخاف عليه لما يبقى كسبان 4 في ملعبه. انت هتبقى موهوم لو كنت فاهم ان انا كنت خايف من خروجنا. يعني انا وجهه نظري لا قدر الله غلبنا. انا ما بحبش اتغلب طبعا. ليه؟ حاجه تانية. انت بتدي رساله مش للفرق وبس، لاجيالك للعيبه بتاعتك. انت بتربي اجيال. بمعنى ايه؟ لا استنى يا كابتن عادل، قبل ما اتكلم الكلمتين دول انت خرجت بره الموضوع خالص. خرجت بره الموضوع اللي بنتكلم فيه ودخلت في حته ثانيه خالص. هقول لك حاجه، احنا كنا السؤال نسمع بعد اذنك. السؤال كان واضح وصريح. كابتن عادل، الاهلي تاهل حسم لا لسه صح يا كابتن؟ دخلت لي بقى في حته هنكسب بره ونكسب جوه يا كابتن. بص السؤال كان واضح وصريح، اديله الفرصه يتكلم. وسالنا احنا الاربعه صح يا كابتن اسامه. السؤال كان عباره عن ايه؟ هل حسم الاهلي بطاقه الصعود؟ لا. انت قلت لا صح يا كابتن؟ مظبوط. مازلت يا كابتن ماتش خلص. لو انا كسبان 6-0 ورايح العب الماتش انا كاحمد بلال، انا برضه انا كاحمد بلال الاهلي صعد خلاص. انا كاحمد بلال الاهلي صعد، لعبت في النادي ده تمام، واتفرجت عليه وعارف معدن وشجعته، يبقى الاهلي 100% صعد بالظبط. كابتن هي بص يا كابتن، انا مش بلومك ولا حاجه، بس انا انا فاهم. طب يعني مش فاهم، انت طبعا فاهم، انت طبعا قبليه والكباتن كلهم الكبار لعبوا في النادي الاهلي طبعا، وكلكم كباتن عليه بعد كل ده محترمين. تقول له انت لعبت ما هو كابتن، هو بيقول لك اصل انا كمدرب، هو كلاعب انا احترم تاريخه، لك كمدرب ان نختلف ونتفق في الحته دي. عشان تقول لي انت كسبان 4-0 في الرؤيه يا كابتن، تقول ان انت كنادي اهلي كسبان 4-0 وتبقى لانك تروح هناك تتغلب؟ استحاله. انا بصراحه يعني لو 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 بيعملوا ايه بتوع بره في اوروبا، بيعملوا جيم از اوفر. بالظبط كده يا كابتن. تمام، الموضوع اصبح مختلف منتهي يا كابتن. خلاص دخل هنا. لا ده قال لك كلام. هقول لك حاجه يا كابتن، هو خدها من منطلق محلل وجمهور. ايوه صح، وهو قال كده المره اللي فاتت. لا مظبوط، سيبنا كمل. انا قلت كده على فكره، انت خدتها من منطلق. لا سيبنا كمل.
انا خدتها من منطلق سيد عبد الحفيظ وموسيماني. انا قلتها قبلهم وهم رددوها بعدين. ده الوضع الطبيعي. ليه؟ لا مش الوضع الطبيعي. لا ده الوضع الطبيعي. انت كمدير فني هتقول الكلام ده. مسؤول طبعا. صح يا كابتن عادل. انت كمسؤول. انت كمسؤول صح. غير لما تكون من بره. لا لا احساسك احساسك بص يا كابتن احساسك في الناحيه انك انت وقعت في المواقف اللي زي دي كمسؤول اول في فرقه معاك. انت فاهمني؟ ايوه. فالمسؤول الاول في الفرقه لما بيجي انت عارف معنى انك انت تروح تلعب ماتش واللعيبه تتسلهم ان هم او تدخل خلاص خلصت ما حدش قال كده. طب لا انا ما قلتش عليكم. انا ما بتكلمش عليكم. انا بتكلم على وجهه نظري. جمع المفهوم. انتوا عندكم ثقه في النادي الاهلي. انا عشان ثقه عشان ايه؟ عشان اللي بلال قاله لك ان احنا عارفين النادي الاهلي بروحه وشخصيته لعيبته والروح اللي متربيين عليها صعب جدا اللي كسبناها. لا لا بالاضافه لا كابتن للفروقات الفرديه الكبيره ما بين النادي الاهلي وما بين وفاق الصيف. لا يا بلال كابتن انا هقول لحضرتك على حاجه بس ثانيه. انت اتكلمت كمدرب طبعا. تمام طبعا. لكن احنا هنا اتسالنا كمحللين. أيوه. يعني انا النهارده لما كراجل محلل تيجي تقول لي ماتش خلص. طب احنا قلنا ايه؟ انا مش قلت لك الوداد صعد؟ ايوه خلاص 2-0 نتيجه. خد بالك 2-0 3-1 برضه نتيجه محتمله هناك في بس يصعد برضه. بس يصعد لازم الفريق الثاني يكسب 3 لازم يكسب 3-0 عشان يصعد. يعني صعبه جدا. فانت بتتكلم في حاجات في مسلمات في كره القدم يا كابتن علي. مسلمات يا كابتن. مفيش كرة القدم فيها مسلمات يا كابتن. مش معمولة للمسلمات. كرة القدم فيها مسلمات كتير جدا جدا. والا 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 كابتن. وخلينا بس هقول دي مسلمات. برشلونة يخسر 7 من هقول لك كابتن. استنى بس يا كابتن استنى. وحتى من مين؟ انا بكلمك على البرازيل. طب اكمل بس يا كابتن. طب اكمل كلامي. لا هقول لك حاجه بس اكمل كلامي بس. طيب ثانيه واحده بلا. هو عادل البرازيل تخسر 7 او مش عارف نادي ايه يخسر 5 بتاع كوارث. كاول مباراه مش مباراه عوده وانت كسبان 4 صعبه. وخاصه لو انت قيمت شخصيه النادي ده ومع احترامي الكامل للناحيه الثانيه والفوارق بين الفريقين والفوارق اللعيبه الدوليه دي والفوارق هنا. واحنا عارفين ان النادي الاهلي متربي عليه ان لا الاداره ولا سيد عبد الحفيظ يعني في الجهاز ولا شخصيه لاعيبه النادي الاهلي ان هيروحوا مستهترين. صح. ولا مثلا قصد كلام كابتن بلال ولا ان هم هيلعبوا بعدم احترام لفرقه وفاء سطيف. احنا بانيين على كل ده. ارجع 2018 بس المسلمات. ارجعوا 2018 ايه يا كابتن؟ 2018 اللي هو رحنا من هنا كسبانين الترجي 3-1 3-1 كابتن. يعني ايه 3-1؟ الواحد ده عامل لك مشكله. يعني 2-0 تخرج مظبوط نتيجه وبتلعب الترجي كابتن. بص 2-0 دي نتيجه قريبه كابتن. 2-0 نتيجه قريبه جدا يا كابتن. لا مفيش حاجه اسمها كده. ازاي يا كابتن عادل؟ لحظه انا وجهه نظري مفيش حاجه اسمها كده في كره القدم. كره القدم تقبل اي ظروف صعبه. كره القدم تقبل حاجات كتير. انا مش عاوز اعدد الانديه. انا مش عاوز اجيب سيره النادي الاهلي في الحته دي. لكن في اوقات انت لو ما احترمتهاش لازم تحترمها. احنا ما عندناش عادل. انت ليه بتلغي الاحترام؟ بيجي منين؟ من البدايه. يعني مثلا هل اول ما كسبنا 4 طلع الناس عندنا المسؤولين اللي هم المدير الكوره او المدرب طلع قال انا صعدت؟ ما يقدرش يقول كده لانه مسؤول. عشان مسؤول علشان ايوه يعني يا كابتن. وبما ان عايز اقول لك حاجه وبما انا طب وانت كنت مقدم بتقدم البرنامج. انت قلت ساعتها ان احنا وصلنا 100%. لا ما قلتش طبعا. وتقدر تقولها؟ لا ما اقدرش اقول. بس انا عشان مسؤول هنطلع نشوف زميلنا كريم احمد ولقاء مع محمد هاني لاعب النادي. ترجع لي ثاني يا كابتن. حاول ان احنا نروح نتكلم مع هاني. كابتن هاني في البدايه طبعا عايز اقول لك الف مبروك. مباراه صعبه ومجموعه المباراتين احنا هنتكلم على مجموعه المباراتين. خلاص حققنا الهدف المطلوب يا كابتن هاني. لكن شايف الجيم ازاي؟ شايف اداء لعيبه النادي الاهلي ازاي؟ والوعي الكبير اللي اكدنا عليه يا كابتن. طبعا يعني الحمد لله طبعا كل شيء. يعني انت صعدت نهائي للمره الثالثه على التوالي. الجيل ده بصراحه جيل يعني انا بتشرف ان انا من الجيل ده. واللعيبه كلها عندها طموح. اللعيبه كلها عايزه تعمل حاجه جديده لنفسها. يعني ان شاء الله ربنا يكملها على خير وربنا يكتب لنا ان احنا نتوج بالبطوله. الحمد لله طبعا النهارده اللعيبه كلها رجاله. اللعيبه كلها بتعافر في كل كوره. اللعيبه كلها مركزه. 4-0 ده يعني احنا جينا هنا ما كاننا مش كسبانين خالص. يعني
فهو ده اللي الحمد لله ساعدنا في اول الماتش ان احنا نجيب جون، وكنا مركزين وحتى في التحامات وحتى في في في, في تركيزنا وضغطنا من قدام. فالحمد لله يعني التوفيق بيجي للناس اللي بتتعب دايما، يعني انا بشوف كده. فالحمد لله يعني اللعيبه كلها بصراحه كانوا رجاله ويستحقوا نستحق ان احنا نبقى في النهائي يعني. الحمد لله كان ليك اداء مميز جدا، وكمان الاسيست كان مميز جدا، وبعد كمان الاسيست يمكن انت رحت للجمهور وشاورت له بالاشاره اللي طبعا معروف عند جمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي بيعشق محمد هاني وبيحب لعيبه النادي الاهلي وعايز كل اللعيبه تكون في رتب. اللفته دي وجمهور النادي الاهلي وتحياته ليك بتشوفها ازاي؟ يعني انا يعني دي اقل حاجه اقدر اعملها للجمهور. يعني انا عارف ان الفتره اللي فاتت جمهورنا ما كانش مبسوط شويه، كان لا يعني كان في حاله عدم الرضا شويه عن الاداء عن النتيجه في الدوري، ان انت تعادلت ماتشين. ف يعني انا دي حاجه طلعت لا اراديه، يعني حتى ما كنتش مجهز ولا محضر، هي طلعت لوحدها كده. ان انا دي اقل حاجه ان احنا يعني براضي الجمهور، والحمد لله النهارده الماتش يعني اثبتنا ان احنا لا يعني النادي الاهلي بيلعب كورته. النادي الاهلي ده نادي كبير جدا، من اكبر نادي في افريقيا، فطبعا جمهورنا ليه حق اللي هو يتبسط، وليه حق اللي هو يتفرج على كوره حلوه، وليه حق اللي هو يكسب كل ماتش. فدي زي ما قلت لك دي كانت اقل حاجه ان انا اقدر اعملها لجمهور الاهلي، والواحد يعني بيحاول على قد ما يقدر اللي هو كل ماتش يقدم احسن حاجه عنده. وانا عارف ان الجمهور طبعا يعني كل الجمهور في ضهري، وعارف ان كل الجمهور بيبقى عايزني في احسن حاجه، فالواحد بيشتغل والواحد بيعمل اللي عليه، وان شاء الله ربنا يكرمنا في الفن. ان شاء الله ال 11 اهلاويه ان شاء الله باذن الله. حبيبي ربنا يخليك، شكرا. شكرا اكيد نجم نجوم النادي الاهلي محمد هاني، ومستمرين معاك. روح بقى للكابتن سامي ومصن المدرب العام لفريق النادي الاهلي. مبروك يا كابتن سامي، التحدي كان كبير وتحدي كان قوي جدا، وحسناه الحمد لله من القاهره. ادائنا كان مميز جدا كمان النهارده، حطينا في الاجواء، وبتشوف خطوه مهمه جدا نحو ال 11 ان شاء الله تكون البطوله من نصيب النادي الاهلي يا كابتن. ان شاء الله طبعا ببارك جمهور النادي الاهلي وبارك اللعيبه على الجهد دوت. بتلعب برده سيمي فاينل، فرقه برده اكيد مميزه، اللي توصل للقبل النهائي ده اكيد فرقه مميزه. لكن الحمد لله كان عندنا تركيز من البدايه، احنا عاوزين نحسب المباراه من البدايه. يمكن الحمد لله راجل فجاه برده اللي احنا نعمل ضغط عالي ونقدر نسجل هدف، يمكن بعد الهدف شويه استقبلنا هدفين، لكن ان انت ترجع برده وتسجل هدف اعتقد الحمد لله حاجه ايجابيه. خبرات طبعا اللعيبه بتكتسبها، واحنا كجهاز بنكتسبها. اتمنى ان شاء الله المباراه النهائيه بقى ان شاء الله تكون فرحه كبيره لجمهور النادي الاهلي. اعتقد اللعيبه مقدره كده وعارفه المسؤوليات وعارفه اللي هم ان شاء الله يحققوا انجاز كبير تاريخي للنادي وليهم. فاعتقد ان شاء الله ربنا يكرمنا المباراه الجايه، ومستنيين دعم جمهورنا وان شاء الله نعمل اقصى حاجه عشان ان شاء الله نسعد جمهور النادي الاهلي باذن الله. خطوه على خلاص بقى على التتويج باذن الله ان شاء الله، مهما كان المكان فين، مهما كان الزمان. لعيبه النادي الاهلي فاصله بشكل كبير جدا، هدفها فقط هو اسعاد جمهور النادي الاهلي، وده الهدف اكيد يا كابتن. يمكن في الاول احنا ما اتكلمناش الا لما نوصل المباراه النهائيه، وده كان الاهم بالنسبه لنا ان انت توصل المباراه النهائيه. خطوه الحمد لله كبيره خدناها ان شاء الله. اعتقد اللعيبه دي بشخصيتها وبروحها وتحملها المسؤوليه قدر ان شاء الله اللي هي ان شاء الله تحقق حد صار في اي ارض ممكن. النادي الاهلي تاريخ كبير جدا، اكبر فرقه في افريقيا واخده بطولات، اكبر فرقه واخده بطولات في افريقيا. اعتقد ان كل الفرق هي اللي تخشى النادي الاهلي، مش النادي الاهلي بيخشى اي فرقه. نعمل اللي علينا، بنقاتل في اي وقت وفي اي مكان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله تكون دي هديتنا لجمهور النادي الاهلي باذن الله. كابتن سامي، رسالتك لكل اللعيبه الرجاله اللي عايزه تفرح جمهور النادي الاهلي، ولسه كمان هتفرح جمهور النادي الاهلي في القادم ان شاء الله، رسالتك ايه لكل لعيبه النادي؟ طبعا بشكرهم طبعا على الجهد ده والتعب دوت، وعملتوا خطوه كبيره جدا، عملتوا انجازات كبيره جدا. لكن النادي الاهلي وجمهوره دايما متعطش للبطولات، وانتم مقدرين كده، وانا واثق ان شاء الله اللي انتم هتعملوا كده لجمهوركم ولنفسكم والتاريخ لينا وكجهاز كمان ومجلس إدارة وكل المنظومة في النادي الأهلي، عشان أنت عارف إن كل المنظومة ديت عشان جمهور النادي الأهلي يكون مبسوط يعني. فأتمنى إن شاء الله يكون المباراة القادمة إن شاء الله يكون فوز من نصيبنا، وبطولة إن شاء الله غالية جدا 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 للنادي الأهلي وإسعاد جمهور النادي الأهلي بإذن الله. شكرا. شكرا جزيلا، ونشكر أكيد الكابتن سامي ومصان المدرب العام، وعودة لك من جديد، والكابتن أيمن شوقي. شكرا جزيلا زميل العزيز كريم احمد. اتفضل كابتن بلال كمل كلام. بص، كل عايز اقوله يا كابتن ايه يعني ممكن احنا النهارده لما بتسالنا احنا في هنا في الاستوديو احنا بنتكلم من وجهه نظرنا كناس كمحللين تمام، او كمتفرجين تمام، ومحبين للنادي الاهلي وعارفين قيمه ومبادئه وامكانياته وقدراته. لكن النهارده اللي بيقوله كابتن عادل هو راجل بيتكلم من وجهه نظر مدرب تمام، ودي الفرق. لا، ومدرب جاي. انا
لا كابتن عادل ده مدرب كبير. طب تمام. انا اختلف، ممكن نتفق مع بعض كلعيبه على على في بعض الحاجات. أي. انما كمدربين وجهه نظر انا ممكن اختلف معاك، صح؟ ممكن اختلف مع موسيماني، واختلف مع كابتن عادل، واختلف مع كابتن اسامه، واختلف مع كابتن شريف. مزبوط. انت كمدير فن بليك وجهه نظر مختلفه تماما. بس انا عايز اقول لك حاجه في النقطه هو دي. كراجل مسؤول. هو كراجل مسؤول. أي. او كراجل مدرب. مزبوط. يقول لك لا انا لا ممكن اصدر للاعبتي. ايوه. لو انا كسبت احساس انهم وصلوا خلاص. في مدربين ما بتهزرش كمان طبعا، يعني في مدربين تبقى كسبان ما بتهزرش. أيوة. لكن انا النهارده كراجل قاعد في الاستوديو، لا انا شايف ان الاهلي لما يكسب 4 صح استحاله يجي فيك 4. وانا قلت لك المره اللي فاتت الفرقه دي لو خسرت 5 لا ما تجيش من هناك. بس انت قلت حاجه دلوقتي انا عايز اقف عندها. اتفضل. انت بتقول انا بختلف مع الكابتن عادل في النقطه دي. طبعا. انت عمرك ما اتفقت مع الكابتن عادل في اي نقطه؟ لا. صح. ما هو ما عارف ليه يا كابتن؟ عشان هو مدرب وانا لعيب. ماده خاصه. لا حبيبي هو مدرب. لا كابتن عادل يعني. ايوه نجم كبير وحبيبي يعني. لا طبعا لا ومنوشات. لازم الناس تفهم ان احنا اسره واحده. طبعا طبعا طول عمرنا بنتمنى احسن حاجه لنادينا العظيم. طبعا ونادينا العظيم هو اللي بيخلينا نعمل كده. كابتن بس ده ما يمنعش ان انا كلامي مظبوط. لا كلامك مظبوط. انا قلت الاهلي 100% يسعد. هو قال لا انا قلنا انك مسؤول وانت كمحلل. لكن حاجه هسالك فيها. انزل معانا يا كابتن عادل. انزل معانا كمحلل. بلاش كسبت في مصر هنا 5 قبل كده. فين؟ هنا في مصر بطولة افريقيا. كسبنا بطل ليبيا. هو كان موجود؟ كان موجود معانا في نفس المباراة الأولى هنا؟ كسبناهم هنا. والمباراة الثانية رحنا كسبناهم 3 وجبت جول. وأنا جبت جول. إحساسك إيه وأنت رايح هناك وأنت كسبان برضو هنا؟ طب لا إحساسك كلعيب يا كابتن. بلاش كمدرب. إحساسك كلعيب إيه؟ رايح بخمسة بجيل. وأنت رايح كسبان 5. أقول لك أنا لعبت الماتش ده. لا قول يا كابتن بس أنا عايز إحساسك كلعيب. وأنت كابتن أسامة لعبت الماتش ده صح؟ أنا مش فاهم جول هنا. أنا كسبت تنزانيا هنا 5 وكان اليهودي 5. رايح حسام وكان مين تاني؟ حسام حسام حسن. حسام حسن. يا كابتن احساسك ايه وانت كسبان 5 ورايح تلعب ماتش؟ والله قعدوا يقولوا لنا ايوه احساسك انت سيدي. سيبك من اللي اتقال لك انت باحساسك. اقول لك انا عادل. اقول لك انا كان في اريحيه عندنا. بس طيب نروح ننهي الموضوع الثاني. الموضوع الثاني هنروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع رامي ربيعه لاعب النادي الاهلي. من جديد كابتن ايمن برحب بيك في البدايه ويمكن فوز مهم جدا زي ما اكدنا. لكن اروح سريعا لرامي ربيعه كابتن فريق النادي الاهلي. الاول بقول لك الف سلامه عشان نطمن الناس. بس هي كدمه بسيطه ان شاء الله باذن الله. مبروك يا رامي وطمنا الاول على اللي. لا انا اللي غشيم في الخبطه دي بصراحه. الواد داخل فحبيت احط جسمي عشان ما يرقص بس اداني ركبته في الاماميه فورمت شويه خفيف. بس دي كدمات عاديه في الماتش بيحصل اكتر من كده. قبل الماتش اتكلمنا على الوعي الكبير وعلى الثقه الكبيره اللي احنا قلنا عليها رامي وكمان اكدتوا هذا الامر. بعيدا عن نتيجه 2-2 احنا مجموع المباراتين اهلنا الحمد لله خلاص هنقفل الصفحه. لكن شفت المباراه النهارده ازاي والاداء النهارده مع لعيبه النادي الاهلي؟ لا زي ما انا قلت لك في الطياره قبل كده ان احنا كنا جايين مركزين ان انت لازم حبيبي يا واحد. لا سليمه كنا مركزين في الطياره ان احنا نازلين نعمل ايه. قلت له والله البس التيشيرت ما رضيش لازم يعمل. فالحمد لله كنا عايزين حتى بينا للناس ان احنا نقدر نجيب اجوان بره ملعبك فده حاجه تحسب لك. نحاول ننسى بقى الفتره دي نركز في الفاينل 100% ايا كان مين اللي هيلعب او مين مش هيلعب. زي الماتش ده كله بيركز ان يدي ال 100% بتاعته. ان شاء الله لو ايه مش في البوزيشن بتاعه ينزل يموت نفسه في الملعب. ده روح النادي الاهلي ودي روح الفانيلا الحمراء اللي الجمهور متعود عليها. انت لو خسرت النهارده وتطلع كل اللي عندك الجمهور هيسقف لك. جمهور الاهلي لان جمهور الاهلي واعي وفاهم انت بتطلع كل اللي عندك او لا فما بتبخلش بحاجه. انا عن نفسي متعود من صغري من اول ما طلعت من الناشئين للدرجه الاولى بقالي مثلا 13 سنه في النادي الاهلي دلوقتي بطلع كل اللي عندي. العب بقى ادفندر العب مساك العب باك رايت ولا فارق لي ولا فارق لي المهم العب واطلع اللي عندي. فربنا يكرم على الفاينل ان شاء الله ونفرح جمهور الاهلي باذن الله. تحيه كبيره جدا من جمهور فاقص دي. تحياتك كبيرة جدا. تحياتك كبيرة جدا من جمهور وفاق ستيف ليك. والحقيقة وانت شفتها رامي بعينك ده يدل على قيمة النادي الاهلي الكبير. طبعا جمهور دلوقتي بقى ما فيش يعني فاهمين ان الماتش يعني اوريدي يعني شبه محسوم في مصر. ف يعني كان الموضوع بالنسبة لهم روح رياضية حلوة تحسب لهم وتحسب لنا. والماتش كان ماشي بشكل كويس ما كانش فيه مشاكل ما كانش فيه خناقات. فالحمد لله عدى بشكل كويس ونتمنى يعني نفوز بطولة مهمة لينا وبطولة مهمة لي أنا شخصيا. فأتمنى أن نكسب إن شاء الله وربنا يكرم بإذن الله إن شاء الله. الله يخليك. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم أحمد. يمكن دي شخصية لعيب النادي الأهلي اللي احنا شفناه واللي احنا سمعناه من لعيبة النادي الأهلي. هي دي شخصية لعيب النادي الأهلي. هي دي روح الفانيلا الحمر
اللي احنا بنتكلم عليها ومفيش حد بيحس بيها غيرنا. يعني احنا متفردين في الحته دي. النادي الاهلي في فرق بينه وبين بقيه الانديه، مع احترامي لجميع الانديه ومع احترامي للجماعه اللي بينتقدونا، لو انت عايز تنتقدنا صح اعمل زينا. لو انت فعلا النقد بتاعك نقد مش هدام، نقد بناء، وان انت شايف ان انت احسن مننا بالارقام، نادي الاهلي تاريخ، انجازات، بطولات، تكلم على، احنا بنتكلم دلوقتي على حاجات فنيه، بنتكلم حاجات فنيه، مش هتكلم على كمان ايه المبادئ والقيم، مش هتكلم عليها دلوقتي لان دي حاجه معروفه باسم النادي الاهلي. انا بتكلم على الجماعه اللي بينتقدوا ويقول لك دي بطوله مش عارف ايه، دي فيهم انديه، كنت فين انت يا حبيبي؟ كنت فين؟ يعني اللي بينتقدونا دول انت فين؟ النادي الاهلي عارف سكته كويس قوي. النادي الاهلي عارف هو بيعمل ايه. النادي الاهلي كبير. والنادي الاهلي في فرق كبير جدا 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 بينه وبين اي نادي تاني. والدليل الارقام. كابتن شريف. طبعا عايز اقول لك على حاجه بقى. بنقابل ناس في حياتنا كتير جدا. يبقى في تعاملات بيننا وبين بعض. راجل يبقى خدمني خدمه بقول له نفسي اعمل لك اي حاجه، اعمل لك ايه؟ يقول لي تيشيرت النادي الاهلي. اقول له، يقول لي تيشيرت النادي الاهلي. في ايه عظمه جمهور النادي الاهلي؟ ايه الجمال ده؟ يعني مش ما هو يقولها وانا تليفونات، خدت بالك؟ لاكبر عدد من الناس ان احنا قد ايه الحاجه دي تيشيرت النادي الاهلي بيسعد الناس كلها. فبالتالي لما تفكر من حيث ينتهي النادي الاهلي، خلي زي ما انت بتقول باين يبتدوا، اتعلم حاجه مننا، ابتدوا الجماعيه. انما ما ينفعش الفرديه على طول، وما ينفعش الكلام اللي انتوا بتقولوه ده. هقول لك، في كل ماتش ممكن تحس ان في لعيب بيلعب كوره حلوه قوي ويلعبها بشماله، زي الجون الاولاني دخل فينا النهارده ده، متشاط حلو قوي وداخله وفي العارضه كتير قوي. لما كنت تعمل حاجه في حاله فرديه، انما الحاله الجماعيه الكامله كانت 4 في مصر، 4-0 في مصر، النهارده 2-2 مع انك كنت ممكن تكسب برضه. اخواتنا الجزائريين بيلعبوا على ملعبهم وكده، جميل ان هم يطلعوا يعني مرفعين الراس، عندهم هيبه برضه قدامهم. ربنا طلع المباراه في زي اسلوب اللعب اللي كان موجود، اي واحد فينا بيقع بيروحوا مطلعين الكوره بره. الروح اللي احنا كنا مفتقدينها زمان جدا، كنا مفتقدين الحاجات دي من زمان. دلوقتي رجعت الملاعب شمال افريقيا معانا بيحبونا، وقد ايه بيعترفوا انك انت ذو اخلاق عظيمه، ذو اداء جيد، منظومه كبيره بين الادارات مع بعض. كبير افريقيا غير كبير افريقيا. بتتكلم عن ايه؟ استقبال ادارتك لادارتهم، المعامله اللي كانت هنا بالمثل هناك. يعني احنا طول عمرنا بنعمل كده كابتن، طول عمرنا بنمشي رسائل صحيح كبيره، عشان كده ربنا بيكافئك جوه الملعب وبره الملعب. جوه الملعب انت عندك 10 بطولات افريقيا، كان ممكن كمان رغم الحكام ورغم حاجات كتير قوي حصلت في حياتنا، فيهم 3 كمان بتوعنا. صحيح. ان شاء الله تتعوض السنه دي كمان. مهما خططوا ومهما عملوا ومهما راحوا يمين وراحوا شمال، ربنا دايما بيبقى معانا، لان احنا بنعمل على الصح، او بنعمل انك انت ما تمسكنيش في اي حاجه بعد كده يقول لك غلط مش عارف ايه. احنا اتكلم الكلام ده في تغييره. مظبوط. فلعيب كان لازم يبتدي الماتش، احنا كاسره واحده بنتكلم في التحليل من خبراتنا، انما في مؤسسه كبيره، في ناس طبعا مسؤوله، في الاول وفي الاخر هم اللي بيتحاسبوا. انا ما بيجيش بعد كده يحاسبني انا في الاستوديو يقول لي الاهلي تعادل او الاهلي اتغلب او الاهلي كسب. احنا اللي بنبارك، احنا اللي بنوجه، احنا اللي بناخد لعيبتنا كمان وبنروح لهم في النادي، كلنا بنروح للعيبه ونقعد معاهم، نكلم حسين شحات ونكلم طاهر لو امكن، نكلم محمد شريف، نكلم قفشه، ويكون في حب بيننا وبين بعض وبيننا وبين اللعيبه كلها. كلنا اول ما بنشوفهم ايه الاخبار، عامل ايه، زي رجلك الاول، نطمن اول على بعض. هي دي الروح. صحيح. هو ده النادي الاهلي اللي كان الكباتن بيتكلموا عنه، واللي فارق في الملعب، واللي بيوصلنا دايما لنقطه الفوز والمجد. مظبوط. فعندنا حاجات كتير قوي لو عايزنا نقعد نتكلم كلكم عارفينها، يعني مش يعني احنا بننوه، بس بننوه على حاجات الروح بتاعتنا هي اللي بتخلينا في اخر ثانيه. وياما اللعيبه اللي قاعده دي كلها جابت اجوان في اخر ثانيه، انا منهم وانت منهم.
وسامة وبلال عندنا الرغبة دايما كابتن عادل ما هو أول واحد قلته عادل قلته عادل طيب عندنا الرغبة دايما في إثبات ورفع شأنة اسم النادي الأهلي صحيح وعالم النادي الأهلي وعندك ألقاب كتير أهلي فوق الجميع الأهلي هو اللي بفرح الناس كلها الأهلي 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 تالتة شمال بتهدك بقى عندنا بنتناغم باسم الأهلي وفرحانين عندنا جمهور عظيم احنا فرحانين واحنا بنتكلم على الأهلي صح الدنيا كلها فرحانه النهارده لما الجون بيجي بتتهز البلد كلها تبقى ماشي لو انت ما بتفرجش تحس وانت في عربيتك ومش سامع الراديو تحس ان في زلزال حصل زلزال في كفاح زلزال في عطاء فهو ده النادي الأهلي وارمي ورا ظهرك زلزال مفرح ارمي ورا ظهرك لان في ناس شغلتها انها تتكلم وتبقى عايزه يبقى لها وجود احنا لا احنا لينا وجود لما تروح النادي الاهلي تلاقي كؤوس قدامك وشكل عظيم لحد النهارده احنا بنتباهى نروح نتصور معاه احنا اللي جايبين بعض الكؤوس فيهم وبعض البطولات والدوري انا ببقى حابب كده يعني برجع بذكرياتي عشان اقف اتفرج او اتصور مظبوط معاه وانا منهم وانا يمكن واحد كنت في الملعب انما هو ده الشأن النادي الاهلي الشأن الكبير فاوعى ايمن او كلنا او اي حد اهلاوي يفكر في حاجه كده هرجع اتكلم في النقطه دي يا كابتن بس نروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي بجد التحية لك من جديد كابتن ايمن شوقي كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي وصلنا الحقيقه للمباراه النهائيه بجهد كبير جدا بدايه من القاهره كل الامور دي ان شاء الله نتكلم فيها مع كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره وهنيك كابتن سعد وبارك لك وبارك لكل اللعيبه على الاصرار الكبير والوعد الكبير طبعا اللي وعدوه ان احنا ان شاء الله نوصل لهذه المباراه النهائيه حطينا في الاجواء وشايف الجيم النهارده ازاي بالنسبه لك كابتن يعني الحمد لله طبعا هي احنا عارفين ان المباراه صعبه مش سهله خالص نتيجه المباراه الاولى مش سهلتها بتصعبها لان برده بتبقى الامور مش سهله محتاجه تركيز عالي جدا جدا وده اللي احنا قلنا عليه بدأنا المباراة بشكل كويس وجبنا جول وبعدين تعادلنا في الشوط الأولاني لكن قدرنا إن احنا في الشوط الثاني إن احنا نرجع في آخر ثانية أيا كانت النتيجة وأيا كان الموضوع خلاص أنت وصلت للنهائي وده محتاج ترتيبات وتجهيزات وتفكير ثاني خالص يعني الحقيقة يمكن مجرد الخروج كل جمهور وفاق الصيف حي لعيبة النادي الأهلي بقيمته الكبيرة كابتن سيد بتشوف اللفتة الطيبة جدا من الأشقاء الجزائريين ازاي كابتن؟ يعني بالتأكيد يمكن حتى في المباراة الأولى كان العلاقة عالية جدا وإحنا بنقول دايما إن الموضوع مش موضوع تنافسي بس في الملعب بس يعني في مواقف في تعامل بيبقى هو الراسخ في الأذهان يعني أعتقد النادي الأهلي من ضمن رسائله والحاجات اللي بيوصلها بشكل كويس هو يتعاملوا مع القارة الأفريقية كلها وخصوصا المنطقة العربية يعني. قبل طبعا المباراه اتكلمنا على المباراه النهائيه قلت لي نخلص المباراه الاولى ثم نتكلم على المباراه النهائيه عايز اخد تعليق من كابتن سيد على هذه المباراه مهما كان زمانها ومكانها انا عارف ان كابتن سيد هيتكلم على هذا الامر مع لعيبه النادي الاهلي لكن هتقول يا كابتن سيد في هذه المباراه شغلنا في داخل الفريق يعني ان احنا نرتب له ونستعد ليه ايا كان المباراه هتتلعب فين يعني لكن طبعا هي اتحط التساؤلات من غير اي داعي خالص يعني مش ممكن ابدا مش ممكن ابدا يعني زي ما قلت ده اتجاه الاداره ويبقى موقف الاداره وكلام في الاداره لكن احنا كفريق هنستعد للمباراه وهنبقى جاهزين ليها ونحضر لها ايا كانت هي النهائي هيبقى فين يعني بتلعب مع الوداد في اخر 6 سنين يمكن تاني فريق بعدك على طول في اخر 6 سنين حضر 5 سيمي فاينال وثلاثه ده النهائي من 2017 كان في الفاينال 2018 غاب شويه عن السيمي فاينال طلع من الدور 8 واللي طلعه هو فاز طيف على فكره يعني 1-0 هنا وبعدين 0-0 في المغرب وبعدين 2019 كان في النهائي الشهير مع الترجي و2020 لعب معانا في السيمي فاينال لو تتذكر 2-0 و3-1 والسنه اللي فاتت لعب مع كايزر شيفز في سيمي فاينال ففي اخر 6 سنين متواجد يا اما في قبل النهائي يا اما في النهائي فده يدي لك ان فرقه مستقره وفرقه كبيره ولها تاريخ ووضع كبير جدا في افريقيا لكن يبقى السؤال يعني في كل قارات العالم مفيش ابدا نهائي قاري بيتلعب على ملعب واحد 3 سنين بعيد عن الوداد يعني مفيش نهائي قاري يبقى بيتلعب 3 سنين ورا بعض البطوله نفسها وبيتحدد قبل النهائي باسبوع يعني او باسف قبل المباراه النهائيه على طول فطبعا ده هتقول لي 3 نهائيات ازاي السنه اللي فاتت كان في النهائي 20 على فكره 2020 كان مرشح ان هو يتلعب في محمد الخامس برضه لو تتذكر وعملنا قرعه ما بين مصر والمغرب عشان اللي هيتلعب يعني كان ممكن يتلعب الكونفدراليه اتلعبت في المغرب
يعني بغض النظر عن اي حاجه احنا كفريق هنستعد للقاء في ايا كان الوضع، لكن ده شغل الاداره. لكن يعني انت بتحط اسئله في العالم كله، مش ممكن تكون قاره افريقيا بتاريخها ومكانتها دلوقتي في والمشهد اللي بتشوفه ده والبطوله اللي انت بتشوفها بكل منافسينها وكل قوتها ديت، يبقى القرار يتاخد بالسهوله دي يعني كده. شكرا. نشكر كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا، ورب ان شاء الله باذن الله نشوف خطوه مهمه جدا من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، لان الامر ده خلاص بعد الحسم هيبدا النظر فيه. وزي ما اكدنا قلنا اجتماع مجلس الاداره ان شاء الله يكون فيه قرارات تسعد كل جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي بيطلب حقه وده امر مشروع. مبدا تكافؤ الفرص يعني ده امر مهم جدا، الحياد امر مهم جدا، الفير بلاي امر مهم جدا. فيا رب ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نقفل على نفسنا، لعيبتنا تقفل على نفسها ان شاء الله، ولكل حدث الحديث نعدي مباراه بطوله الدوري العام، وان شاء الله تكون البطوله الافريقيه ال11 من نصيب للنادي الاهلي، ولكل لعيب يكون يكتب التاريخ ويسطر التاريخ من جديد كعاده كل نجوم النادي الاهلي. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد. وطبعا زي ما قال الكابتن سيد، طبعا احنا لعبنا النهارده بشخصيه البطل، لعبنا النهارده وزي ما قال ان الماتش ما كانش سهل. انت ما كنتش في افضل حالاتك الفنيه، انا بكلم انا فنيا، انا انت ما كنتش في افضل حالاتك الفنيه، ولكن شخصيه البطل ظهرت. عفوا، انت لحد الدقيقة 90 وقدرت ترجع للمباراة برغم انك مش في افضل حالتك الفنية، ولكن هي دي شخصية البطل. اللي بيتكلم على شخصية البطل يجي يعمل زيه. اللي بيتكلم وبينتقد، انا بتكلم بقول كده ليه بس؟ الفترة الجاية هتلاقي في ناس داخلة عن طريق السوشيال ميديا عايزة توقع النادي الاهلي، عايزة توقع استقرار النادي الاهلي. انت داخل على نهائي للمرة الثالثة على التوالي، وإن شاء الله تجيبها بإذن الله رب العالمين إن شاء الله، مهما كانت الظروف اللي بتتعمل ضدنا دلوقتي إن شاء الله نجيبها. الفترة اللي جاية ناس بتلعب على النقطة دي، إن أنتوا كجمهور نادي الأهلي تنقلبوا على لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني. في ناس شغالة على الحاجات دي. الفترة اللي جاية في اسبوع مقلق جدا ليا، انا بالنسبه لي مقلق جدا، وخصوصا بعد ما قريت النهارده تصريح لكابتن حسين لبيب اللي كان رئيس اللجنه المكلفه باداره نادي الزمالك فتره ما. فانا بقول الفتره اللي جايه احنا كجماهير لازم نقف ورا لعيبه النادي الاهلي مهما حدث. احنا قدامنا دلوقتي هدف، الهدف الأقرب دلوقتي بطولة أفريقيا. الهدف الأقرب بطولة أفريقيا. إحنا كجماهير نادي أهلي لازم نقف بكل قوة ورا لاعبتنا، ورا فرقتنا. احنا بنتكلم على السوشيال ميديا، وإحنا عارفين متأكدين من جماهير النادي الأهلي. أنا بتكلم على إن السوشيال ميديا الفترة اللي جاية كلها كأي واحد منتمي للنادي الأهلي كلنا ورا فرقتنا، كلنا ورا فرقتنا. انتوا اللي هتردوا على الناس اللي بتنتقدنا، انتوا اللي هتردوا عليهم بوقوفنا ورا لعبتنا مهما حصل. الفترة الجاية ممكن لا قدر الله تتعادل الماتش، ممكن لا قدر الله تخسر نقط، احنا مع فرقتنا، احنا ورا فرقتنا مهما حصل، احنا ورا فرقتنا لحد ما نجيب البطولة اللي هي بقت قريبة مننا ان شاء الله بإذن الله رب العالمين. الحلم قرب خلاص، ناقص خطوة. لازم نبقى ورا فرقتنا، ندعم الجهاز الفني، ندعم المنظومة ككل، كعادة جماهير النادي الأهلي دائما في المواقف الصعبة والمواقف السهلة. تعال نروح مرة تانية لزميلنا كريم أحمد ولقاء مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي. مرحب بيك من جديد كابتن أيمن شوقي وكل نجوم الاستوديو التحليلي. سريعا بقى معانا رئيس الجهاز الطبي الدكتور احمد ابو عبله. برحب بيك يا دكتور في البدايه ومبروك، مبارك لكل لعيبتنا للرجاله، لكن عايز اطمن بقى بشكل عام. شفنا كدمات، شفنا كده رامي ربيعه، حمدي فتحي، طمنا بشكل عام هل في اي اصابات؟ ومبارك لكل لعيبه الاهلي ومبارك لك. الله يبارك فيك يا كريم، الف مبروك علينا وعلى كل جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي. الحمد لله امورنا الطبيه لحد ما مستقره، يعني كان عندنا بس ياسر اللي كان جاله شد بسيط كده في العضله الخلفيه، يعني زي كرامب كده، ان شاء الله بتبقى بسيطه، يعني هنعمل له برضه فحوصات اكتر كده ان شاء الله باذن الله في اول تمرين، وهنعمل له برضه اشعاعات كده اول ما نوصل، انما ان شاء الله التشخيص المبدئي حاجه بسيطه ان شاء الله باذن الله.
كان عندنا اليو ديان كان حاسس برضه بشويه يعني احساس غريب كده في الركبه يعني او احساس بالالم بسيط كده، فكان قلقان طلع اطمنت عليه، هو كان عايز يشوف نفسه ويجرب نفسه تاني. الفحص بتاعه برضه المبدئي كان كويس جدا، ان شاء الله باذن الله يكون كويس ما يكونش في اي مشكله خالص يعني. بس احنا عمرو السليه زي ما احنا قلنا في الاول خالص، احنا كنا طالعين الرحله ديت واحنا عاملين حسابنا ان احنا هنعمل له تجهيز مكثف جدا، والحمد لله عملنا تجهيز كويس قوي، قطعنا مشوار كويس جدا جدا في الجزء بتاع العلاج الطبيعي بتاعه وفي التاهيل. يعني انا راضي عن النتائج اللي احنا وصلنا لها معاه لغايه دلوقتي، انما طبعا كان وعود ان هو يشارك في المباراه ديت ما كانتش كبيره قوي حتى مننا يعني، وان شاء الله باذن الله يكون معانا في اللي جاي ان شاء الله. الحاجه بقى الجديده الكويسه يعني ان شاء الله باذن الله بكره بدر هيوصل للقاهرة إن شاء الله، وهنبدأ مع حاجات تدريبات تأهيلية كده يعني ممكن نقول المرحلة الأخيرة في التأهيل بتاعه، وإن شاء الله قريب جدا هيكون مع الفرقة. فيعني يا مسهل كده أول تمرين لينا في التتش إن شاء الله بدر بنون هيكون معانا إن شاء الله بإذن الله. حبيبي كريم ربنا يكرمك ربنا يكرمك. مستمرين معاك أكيد يا كابتن أيمن، وروح طبعا لكوكا، مبروك لك كوكا طبعا، ألف مبروك، فوز مميز واداء كان قوي جدا الحقيقه من لعيبه النادي الاهلي. شاركتك اكيد كان ليك اداء وليك دور مع كل لعيبه النادي الاهلي، بتشوف الفوز ازاي، بتشوف وصولنا للمباراه النهائيه ازاي؟ الحمد لله، الف مبروك للعيبه كلها والجهاز الفني ومجلس اداره، ومبروك لجماهير النادي الاهلي. الحمد لله النهارده يعني خطوه مهمه للفاينل بطوله ان شاء الله الثالثه على التوالي تكون من نصيبنا يعني باذن الله، فحاجه كبيره بالنسبه لنا ان احنا نحققها يعني، واول مره تحصل في افريقيا، فان شاء الله تكون من نصيبنا يعني ونفرح الجمهور باذن الله. كوكا من اللاعبين المميزين جدا، والثقه الكبيره ان انت تبقى متواجد في وسط الكوكبه الكبيره جدا دي بتحملك مجهود كبير للفتره اللي جايه، اتفق معايا في هذا الكلام ولا لا؟ اكيد طبعا، في السن ده 20 سنه، فاكيد ان انت لازم تكون قد المسؤوليه اللي انت محطوط فيها دي، تلعب النهارده سيمي فاينال، فالحمد لله يعني الواحد لازم يكون قد ثقه الجهاز الفني وثقه اللعيبه، فيعني الحمد الحمد لله الواحد بيحاول يجتهد ويحاول يخش معاهم، كلها لعيبه كبيره، فالواحد بيحاول يتعلم ويكون موجود معاهم يعني. المباراه النهائيه خلاص حلم لكل الاهلاويه، مطلوب ايه من لعيبه النادي الاهلي؟ عايزين نفس الاداء ونفس الرجوله ونفس الوعي الكبير ده كوكا، وان شاء الله باذن الله تكون البطوله 11 من نصيب النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله، يعني دي مش محتاجه كلام، انت بتلعب ده نهائي. الحاجه الثانيه زي ما قلت لك ان ده تقدر تكسب البطوله الثالثه على التوالي، فده تاريخ لينا وتاريخ للنادي، ونقدر نفرح الجماهير، فباذن الله اللعيبه كلها تعمل كل اللي عليها، كلنا مركزين في الدوري وفي افريقيا، فان شاء الله الفتره اللي جايه دي كلها تكون خير باذن الله علينا وعلى حبيب الله يبارك فيك. بنشكر اكيد واحد من نجوم النادي الاهلي كوكا، وبنشكر كل لعيبه النادي الاهلي على ادائهم المميز جدا، خطوه مهمه جدا نحو البطوله ان شاء الله ال11 ان شاء الله باذن الله، بالجديه الكبيره اللي شايفينها والاصرار المعهود والمعروف عن كل لعيبه النادي الاهلي، نقدر ان شاء الله باذن الله نرفع الكاس مهما كان المكان ومهما كان الزمان فين، عندنا رجاله ان شاء الله تقدر ان هي تسعد كل جمهور النادي الاهلي. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد كابتن اسامه. الفتره اللي جايه فتره مهمه جدا طبعا، يعني زي ما قلت ان الفتره اللي جايه انت عينك على بطوله، بطوله الدوري عندك فيها فتره تسمح بالتعويض ان شاء الله. برضو على فكره انا مش متشائم، ولكن اي حاجه ممكن تحصل في الكوره خصوصا لو في اجهاد، الفتره اللي جايه هيبقى في اجهاد جامد جدا بالنسبه للماتشات الدوري. مع احترامي للمسؤولين عن بطوله الدوري اللي هم رابطه الانديه، انما لازم ينظروا بعين الاعتبار لموقف النادي الاهلي الفتره اللي جايه. النادي الاهلي هو ممثل مصر الوحيد اللي وصل لنهائي بطوله افريقيا في الفتره دي، فلازم يعني الفتره اللي جايه المسؤولين يراعوا كويس جدا 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 موقف النادي الاهلي في البطوله الافريقيه بعد كمان الكلام اللي حصل اليومين دول. اكيد طبعا، انت دخلت خلاص على المرحله النهائيه او الماتش الاخير يعني اللي هتتوج بيه ان شاء الله بالبطوله ال11، ودي مش للنادي الاهلي بس، للكره المصريه كلها طبعا. فطبيعه الحال اتحاد الكره او اللجنه اللي بتدير الماتشات الفتره اللي فاتت كانت اجلت بعض الماتشات، واحنا كنا شكرناها وفعلا فرقت قوي قبل ماتشين الرجاء. الفتره الجايه برضو ارجو نفس الموضوع يستمر، على الاقل على الاقل المباراه النهائيه يوم 30، انت انزل تحتيها 7 ايام، يعني يوم 23 المفروض يبقى اخر، او 22 يبقى اخر ماتش النادي الاهلي يلعبه.
فهي بقى تترتب بحيث النادي الاهلي يلعب مثلا مبارتين قبل لو ثلاث لو هم حاطين ثلاث مباريات لا تبقى مباراتين بس. بص انا قريت يعني انا قريت تصريح لكابتن عامر حسين وهو على فكره زميل ليا وزميل طبعا. ملعب اسكندريه وبحترم اراءه انما مثلا هو قال مفيش ما يستدعي ان انا اجل ماتش الاهلي يوم 25 لان عنده ماتش يوم 30. لا يا كابتن عامر انا مش معاك في النقطه دي. ما هي حسب ترتيب الماتشات اللي قبليها. ماشي. هو الكلام ده امتى؟ لو ماشي. لو 25 والاهلي يلعب 30 لو الفتره اللي قبليه النادي الاهلي ما بيلعبش. لا مضغوط وبيلعب. لكن مضغوط وبيلعب. هي دي النقطه اللي احنا بنتكلم عليها. عشان كده انا قلت لك هل هم ثلاث مباريات او مباراتين؟ هتفرق كتير جدا. ايوه. هتفرق كتير جدا. ايوه كابتن. اللي انا سمعته انه ثلاث مباريات يوم اربع سبت اربع. لا على الاقل ممكن مثلا يبقى اربع وبدل السبت بس تلعب اتنين وخلاص ما تلعبش الماتش الاخير. فانت مضغوط قبل يوم 25 هي دي الفكره انه الاجهاد لما بيحصل ما بيحصلش عشان الماتش اللي قبل المباراه على طول. بالظبط. لا بتحصل قبليها الفتره اللي انت مضغوط فيها. مزبوط. ولذلك انا بقول لك تفرق كتير جدا لو ماتش من الثلاثه اتاجل. مزبوط. يبقى انت تقدر تلعب مثلا اربع وحد او اثنين وخلاص أي. وتستنى بقى لغايه النهائي أي. لما يتشال الماتش من الثلاثه أي. فعشان كده انا بقول لك على الاقل النادي الاهلي ياخد اسبوع من اسبوع لثمان ايام قبل المباراه النهائيه. قبل المباراه النهائيه يعني المباراه يوم 30 يبقى انت اقصى حاجه تلعبها يوم مثلا 23 مثلاً. او 22 ويبقى كده خلاص. صحيح. لكن انت لو مش مضغوط قبل الفتره دي كنت اقول لك اه ممكن تلعب 25 بس لو كان مثلا قبليها باسبوع بتلعب وقبليها باسبوع بتلعب لو كل يعني خمس ايام يا كابتن اسامه برضه. ايوه ايوه يعني مش سبت اربع سبت. ايوه بالك مظبوط يا كابتن. يعني لو بنلعب سبت واربع وسبت يعني سبت واربع واربع تاني او ثلاث وثلاث ماشي اوكي لكن هتلعب ثلاث زي ما كابتن اسامه بيقول هتديني كل ثلاث ايام ماتش وبعدين تيجي تقول لي ما انت عندك خمس ايام اهو. طب ما انت زنقني بقالك بقالك 10 ايام بتلعبني كل ثلاث ايام ماتش. هي الفكره كلها مش في الخمس ايام. ايوه صح. الفكره كلها في ان انا قبل كده انت بتعمل فيها ايه؟ تسيب الماتشات. مظبوط. فاهم قصدي؟ مظبوط. فيعني انت هتبقى انت في حيره بقى في الحته دي. أيوة. هو يحطك في 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 المزنق وبعدين يقول لك شوف بقى الاهلي الدوري. أيه. طب ما هو انت اللي انت حطيتني في الحته بتديني انت دلوقتي بتعمل لي ايه؟ انت اللي بتخيرني بتقول لي افريقيا ولا الدوري؟ أيه. تمام؟ فانت تيجي تقول افريقيا عشان بطول الفاينل طبيعه الحال يعني انا عندي مباراه واحده ماتش فتيجي تعمل ايه؟ فتقول لي كل خمس ايام لا يا كابتن شريف يوم 24 اسافر انا اروح اشوف حالي. لا يا كابتن شريف بطوله وطنيه. هو يقول يا كابتن شريف ما هو يقول لك ايه؟ هتلعب دوري وانا عندي افريقيا فبالتالي يبقى المدير الفني قاعد بيفكر يا ترى هيحط مين في الدوري العام على حساب على حساب طبعا هيحط مين في الفرقه على حساب الدوري العام. أيوة. تمام هتعمل التبديل ازاي؟ ايوه انت في اولويه دلوقتي. طب اكيد وضع طبيعي طبعاً. لان هو ماتش واحد. مزبوط. انت مش في الجروب ستيج فعندك نقط وهتوصل. مزبوط. وهتروح فهو بيحطك في المزنق ده عشان تختار. صح. يا دوري يا افريقيا يعني هو بيبقى صعب كتير بيبقى صعب اوقات صعب اوقات كتيره جدا على الناس تشوفك بتاخد كل حاجه. أيوة. كان الموضوع صعب يعني حتى انت اتكلمت من شويه صعب عليهم هم. اه طبعا ما هو صعب عليهم مش صعب علينا. انت كنت من شويه بتقول ايه الناس بتقلل من قيمه افريقيا. انا مش ذنبي ان الحاجه دي سهل عليا ومش سهل عليك. انا كراس حربه هداف كبير جدا واحد تاني ما بعرفش يجيب اجوان انا مش ذنبي مش ذنبي انا تمام مش ذنبي. كابتن عادل بيشوط يعني كان بيشوط برجله اليمين جامد عشان بس ما يقولش ان انا لا 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 بيشوط برجله اليمين جامد جدا تمام وبعمل كروسات انا ما بعرفش مش ذنبه هو يا كابتن. مزبوط. تمام انا الامور سهله عليا عشان انا عندي امكانيات وعندي قدرات وعندي لعيبه وراجل منظم وبروفيشنال وعندي كل الحاجات. بص انت ما عندكش القدرات دي. اسمعني يا كابتن اكمل بس الكلمتين يا كابتن عزيز. طب يلا بسرعه. طب قول انت يعني ما يعني ما تطعنيش يا كابتن لو ما كانش بسرعه. وانت بلال مش كل استشهاده. طيب يا شباب كل استشهاده ترجع لك بس بعد الفاصل. بلال كل استشهاده استشهاده بعد. بص يا بلال انت عايز تقول من الاخر ودي مشكلتنا اللي ما بيطلقش في الملعب عايز ينزلك ليه. بمعنى ايه؟ دايما حتى الاتحاد الافريقي كده. ايوه الاتحاد الافريقي لما ماتش اللي خسرناه هنا ثلاثة لما كنا ناخد البطولة الثالثة من نجم بتيالي لما العرجون كان بيحكم المباراة. أيوة. عمل الاتحاد الافريقي كان مطلوب ان انت ما تاخدش البطولة الثالثة. عارف ليه؟ هم بيفكروا في الاتحاد الافريقي ودي معلومة اللي انا عاوز اقولها لك كانت ايامها.
الاتحاد الافريقي يقول لك البطوله لازم تبقى سمعتها فيها تداول مكسب. فرق بتكسب كتير، ما يجيش النادي الاهلي يفضل يكسب يكسب محتكر. دلوقتي فكروا في ايه الاتحاد الافريقي الجهنمي علشان النادي الاهلي مطلوب ان ما ياخدش البطوله الثالثه. اول حاجه عمل ايه؟ لعبك في المغرب عند الفرقه اللي هتلعبك في الفاينل. ده مش هيسكت وكده وبس. خد القرار امتى؟ لا ومش هيسكت، هو خد القرار دلوقتي ليه؟ عشان انت تخرج بره تركيزك. ده واحد. أي. اتنين، بص بقى المفاجاه الثانيه، التحكيم. ايوه التحكيم هيتعبك. انا بقول لك في الفاينل التحكيم هيتعبك. لا لا لا، احنا هنطلب تحكيم اجنبي اوروبي. مفيش. أيوه. الكلام ده هيقول لك. لا ازاي هيقول لك قاره على الفار بس اللي هيديك المان ولا يديك حاجه. لكن انا بكلمك، لا نشوف بس على، لكن انا بكلمك على نقطه مهمه قوي. يعمل لك ايه؟ اول حاجه يخرجك عن تركيزك. انا بكلمك على الاتحاد الافريقي، دي فكره دائما بيعملوها مع النادي الاهلي. أيوه. عشان تداول المكسب، هم متخيلين كده. حتى هنا في مصر لما تيجي انت بتكسب بطوله كنادي اهلي في بدايه الدوري، اي دوري كده، النادي الاهلي يكسب ويجري في بدايه الدوري ويبقى فوق قوي، تبص تلاقي طلع كلام ايه؟ الدوري سهل، الدوري ضعيف، الدوري عامل كده. لو في فرق هي اللي في الاول، الدوري قوي، اقوى دوري اتلعب في العشرين سنه اللي فاتت. لازم يتقال الكلمه دي. بس يا كابتن بطوله افريقيا اكمل دي. خلاص يا بيلو عشان تعطلني بس، فلازم اقطعك في الحته دي. معلش اكمل دي بس. الحته دي المهمه قوي. اتفضل. لما يجي في بطوله افريقيا وانت بتوصل قبل نهائي، انت بتلاعب فريق بيلعبك قبل نهائي بغض النظر، ده فريق قوي. صح. ستيف قوي بدليل يا كابتن. بدليل انه وصل. طالما انت بتلعبه كنادي اهلي في فريق قبل النائب. البطوله اللي فاتت لما انت كسبت في الفاينل، اول كلمه اتقالت فرقه كذا الشيف دي. أيوه. ده فرقه ضعيفه، ده فاينل، ده يريق بافريقيا. هم لازم اللي ما يعرفش يطلع لك. أيوه. يجرجرك، يوقعك، يبقى زي يبقى ما يعرفش النادي الاهلي بدل ما انا عارف. ما هو الخطه في ايه؟ انا اقول لك حاجه، هو ليه النادي الاهلي في الفتره بقالنا كام سنه بنتعب قوي، فمن اول شهر 12 الى 2. ايوه بتتعب ليه؟ لانك بيتاجل لك مباريات كتير، لانك مش ذنبك ان انت بتكسب وبتوصل للنهائيات وبعدين تروح تلعب كاس عالم للانديه. المفروض تفرح بيا. مظبوط. علشان التاجيلات اللي انت بتتكلم عليها ديت. أيوه. انت بتلعب باسم مصر. صحيح. الدوري معمول عشان حاجتين. أيوه. منتخب وبطولات قاريه. صحيح. بس طب يا كابتن بلال اتفضل كمل كلامك عشان نطلع فاصل. خلاص سوري يا ابو انا هطلع وانا هكمل. لا لا لسه كابتن بلال هيكمل وبعدين نطلع فاصل وبعدين نرجع لك. لا لا بيلو حبيبي يلا اتفضل. هشام بقى اتفضل. انا بس عايز اقول حاجه يا كابتن، يعني بمناسبه الكلام ده، المشكله في طرح الاسئله برضه. تمام. مشكله يعني ايه مشكله في طرح الاسئله؟ مين اللي بيطرح الاسئله دي؟ للاسف الشديد يعني ناس زمايل حضرتك في الاستوديوهات هم اللي بيطرحوا السؤال ده. ايوه تمام. دي مصيبه كبيره جدا على فكره، طرح السؤال ده من حد مسؤول او حد بيفهم يقول لك الدوري احسن. انا شفت الكلام ده. مش انا ما بتكلمش عن سمع، انا شفته. لما واحد يبقى كده جميل ومحترم وقعد في استوديو يقول لك انت ايه رايك، الدوري احسن ولا افريقيا؟ اقوى ولا افريقيا؟ فالتاني يرد يقول لك لا افريقيا، افريقيا فيها بيراميدز، هي افريقيا انا اسف فيها الزمالك، فيها المصري، لا افريقيا فيهاش. الله. طرح السؤال نفسه يا كابتن بيوديك في حته تانية خالص، تخليك انت الناس اللي قاعده بتتفرج او بتطرح الاسئله او بيت او او او, أو ايه المغزى من السؤال ايه؟ انه يضعف القيمه الكبيره بتاعتك. تمام؟ صحيح. يجي يقول لك اصل خد بالك لو ما هو عشان الدوري اقوى من افريقيا، الاهلي ما خدش الدوري السنه اللي فاتت. ما دي بص السؤال والجواب. بالظبط. فاهم السؤال والجواب. لا الناس للاسف يعني مع احترامنا الشديد ليهم، يعني ناس احنا بنحبهم وافاضل، بس للاسف بيروحوا بدماغ، عايزين يروحوا بدماغ الناس الثانيه في حتت. مزبوط. المفترض ان الناس يعني اذكى بكتير جدا من ان هم يروحوا في الحتت دي. صحيح. ليه؟ لان انا اسف كابتن هي نص دقيقه. ليه؟ لان بيراميدز والزمالك والمصري معانا كابتن. معانا كابتن على الشاشه اتوبيس النادي الاهلي في طريقه ان شاء الله المطار العوده باذن الله بسلامه الله المطار القاهره الدولي ان شاء الله. الناس يا كابتن الفرق الاربعه الكبار دول بيراميدز والزمالك والمصري اللي موجودين في البطولات القاريه، مفيش حد فيهم وصل يعني اخذ بطوله. محدش اخذ بطوله. يمكن انا ابني عنده 20 سنه بلال، الحمد لله يعني. بلال ما يوعاش ان فرقه في مصر خدت البطوله من ساعه ما اتولد لحد دلوقتي غير النادي الاهلي.
تمام؟ لان ده تاريخ مدون. فكون ان انت تيجي تقول دلوقتي في الوقت الحالي يا كابتن عادل افريقيا اجمد ولا الدوري، يقول لك لا الدوري بدليل ان الاهلي خسر. لا طبعا الاهلي بيخسر بفعل فاعل، زي ما انت بتشوف، زي ما قال كابتن عادل من شويه، تزنقني في سبت واربع وثلاث، سبت واربع وسبت، وعايزني العب اروح افريقيا تاني فاخسر الدوري واخسر افريقيا. طب ايه المغزى من القصه دي؟ تمام. احنا يعني ممكن ناخد في القصه بتاعت الاتحادات دي والماتشات وما يعني اقاويل كتيره جدا، بس خلينا ربنا يكرمنا لو ناخد افريقيا وبعدين باذن الله ربنا نفوق للعالم. يا كابتن اسامه كان ليك تعليق قبل ما نطلع في لا انا بتكلم على نقطه انه انت الوحيد اللي مكمل في افريقيا. مظبوط. فمن فين انه لو حد تاني عنده قدره ان صح. كان يوصل، حتى مع احترامي الكامل حتى الفرق اللي لعبت في الكونفدراليه ما حدش كمل. فالنادي الاهلي هو الوحيد اللي وصل للفاينل للمره الثالثه على التوالي. صحيح. وهو الوحيد اللي عنده فرصه ان شاء الله ياخد البطوله الافريقيه، ومع احترامي لجميع الفرق الاخرى ما حدش حقق وخرجوا من ادوار كمان بدري يعني. مظبوط. فزي ممكن معادل ما قال، تملي الشجره المثمره زي ما بيقولوا هي اللي بتتحدث بالطوب، يعني هي دي اللي الناس كلها عايزه تقلل من انجازاتها او صحيح. عشان كل الناس تبقى قريبه من بعض، والاضعف دائما بيحاول يجرك ليه. طبعا دي زي ما قلت لك يعني ده دي رساله لجمهور النادي الاهلي الواعي اللي احنا عارفينه، اللي هو دايما ورا فرقته. الفتره اللي جايه كلنا ورا فرقتنا، كلنا ورا المنظومه، عندنا هدف قريب، عندنا حلم ان شاء الله قرب يتحقق، فكلنا ورا فرقتنا الفتره اللي جايه مهما حصل في مباريات الدوري. مش متشائم، ما اعرفش، ما فيش حد يعرف ايه اللي هيحصل، ممكن نكسب الماتشات ان شاء الله باذن الله، ممكن يحصل وقعه لا قدر الله. كلنا الفتره الجايه لينا هدف واحد كجماهير النادي الاهلي، احنا ورا فرقتنا لحد باذن الله رب العالمين. الهدف ان شاء الله قرب قوي، اللي هو البطوله رقم 11 الافريقيه باذن الله تعالى. هنروح لفاصل نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار بعد فاصل، ارجوكم انتظروا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. عايز اتقدم بخالص العزاء للدكتور عمرو محب المترجم الخاص بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي في وفاه المغفور له باذن الله تعالى والد زوجته الفقيد الرحمه والاسره خالص العزاء. كابتن اسامه عايز تتكلم قبل ما اروح لكابتن شريف؟ قول لي ايه هو السؤال وانا اتكلم في اي حاجه. انت قلت لي عايز اتكلم. ايوه ماشي. عايز اتكلم بس ايه هو السؤال؟ طيب ماشي. الفتره اللي جايه كابتن شريف بيضحك. عايز يتكلم كابتن شريف بيضحك. كابتن شريف بيضحك. ايوه يعني نفي سؤال. ايوه يعني اقول ايه؟ طيب ماشي. احنا عندنا اربع حالات بالاربع اهداف. تبتدي حضرتك ولا يبتدي كابتن شريف؟ لا كابتن شريف طبعا. طب خلاص بقى. لا 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 والله والله لا 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 ابتدي انت الاول يا كابتن شريف. لا 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 ابتدي انت يا كابتن شريف. خلاص نجيب الهدف الاول بتاع النادي الاهلي ان شاء الله. نجيبه ازاي؟ هيجيبه على الشاشه كابتن باذن الله. جاهزين اهو. نجيبه يا كابتن. لا هيجيبه اهو يا كابتن. ماشي. دي البدايه. البدايه كانت الكوره مع وفاق استيفا كابتن شريف. اتفضل يا كابتن شريف. خلينا نتكلم بس طب. البدايه ضغط من النادي الاهلي. برافو عليك صح. البدايه استحواذ من النادي الاهلي وتصميم انه يبقى في الجزء الثاني اللي هو نص ملعب الخصم. نص ملعب الخصم ودفاعات الخصم. مظبوط. واختراقات الخصم وكره سريعه ورؤيه اللعيبه لبعضها. كويس. احنا اللي شفناه عشان احنا مش هنقدر نترجم الهدف من هنا بالانيميشن يعني او بالموجود عندنا. الكرة خدت تصرف سريع جدا ما بين احمد وبيرستاو والباس ان تايم والراجل دخل. احنا كده قطعنا الكرة. ادي علي معلول اعتقد بيدي الشحات. شحات اه كده. شحات ده احمد عبد القادر. ده احمد عبد القادر. شحات واتنقل. لا هو عدى وهيعمل دلوقتي الوان تو. لا 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 للشحات الاول كده. الشحات الاول وصل للشحات بالظبط. ماشي. والشحات لعبد القادر وعبد القادر لتاو وتاو لعبد القادر. اجمل ما في الهدف تصرف عبد القادر برجله الشمال ببطن رجله في لحظه خروج الجول. خروج الجول والتو بتاعت بيرسي تاو. طبعا الان تايم الوان تو ان تايم ده 10 على 10 كويس. انما مش اي لعيب دلوقتي او في لعيبه كتير يمكن بلالي يقول لك بقى
انه هي جايه له الكره بشماله بطن رجله في الارض في الزاويه اللي طلعت. بص الرؤيه وتصرف بس الحته اللي انا كنت بقول لك عليها انسجام اللعيبه مع بعض بالزبط. وكل واحد خد بالك ده بيرستاو عمل التفاهم ما بين بيرستاو واحمد عبد القادر ده هنا قريبه ده عملها لمحمد شريف في ثاني تايم في اخر دقيقه وهو ابعد سنه صح. يعني عنده التفكير دايما في الاسيست ان هو يودي اللعيبه وشايف بالجول. وشايف سرعه اللعيب بتاعه حاسبها بالظبط جدا صح. زي محمد شريف لو كان اتاخر فيها او بقت طويله شويه يمكن ما كانش يقدر يتصرف فيها بهذا التصرف. يعني النهارده بيرستاو بيدي عبد القادر هدف جميل جدا وبيدي محمد شريف نفس الشكل ده اللي انا استخلصه او استخلصته من الوان تو ده اللي هو الثاني ما كانتش وان تو الثاني كانت قطع وقطع 20 يارده يمكن لما توصل لها هتشوفها وعمل باص ان بتوين لمحمد شريف في التحرك العادي ما تحرقهاش بقى على لا مش هحرقها انت كده كده هتشوفها تاني واللي عايز يحللها يمكن ارجع انا احللها تاني لا مش هحللها تاني فالجميل هنا رغبه اللعيب من اول دقيقه في الملعب الباص باص 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 هو الاستحواذ اللي بيوصلك للجون اللعيب اتمنى واشوفه لا يفرق وفاق الصيف عن وداد صحيح. نفس الشكل بنفس المفهوم نشوفه باذن الله ويكون من سبق التهديف باذن الله رب العالمين باذن الله ان شاء الله. طيب نروح للقطه الهدف الثاني ان شاء الله مع الكابتن اسامه. ماشي كابتن دي البدايه ضغط برضه يا كابتن اسامه من بيرستاو ماشي بتكلم على الهدف الثاني بتاعنا الهدف الثاني بتاع النادي ضغط من بيرستاو وقطع كويس قوي شريف عمل تحرك رائع نفس التحرك اللي عمله في الجون اللي جابه في مصر الجون الرابع نفس زاويه التمرير نفس التحرك بس من الجنب اليمين واتلعبت من بيرس نفس الحركه يعني انت لو جبت الهدف الرابع اللي شريف جابه هنا في مصر نفس اللعبه بس من الاتجاه التاني بس والكره ثابته هنا يا كابتن الزياده العدديه هنا لمهاجمي النادي الاهلي متفوقين على طبعا دفاع نادي وفاق الصيف في اللحظه اللي كان وفاق الصيف بيحاول يخرج الكره بيرستاو والمجموعه ضغطت قفشه واعتقد حمدي واتقطعوا كوره بيرستاو لشريف اللي هو بيتحرك قطري في ظهر بين الاثنين المدافعين في ظهرهم نفس الهدف اللي جه الرابع اللي شريف جابه بالشمال جابه باليمين نفس الموضوع بالظبط ومن نفس المنطقه بس قلت لك في الاتجاه الثاني الجون طالع له حطها شالها بص شالها بالراحه قوي من جنب رجله الشمال الجون حاول يحط ايده خبطت في ايده ودخلت رغم صعوبه موقف بس خلي بالك الموقف هنا صعب جدا ما انا لسه بقول لك اهو رغم صعوبه بالزبط. موقف شريف يعني اللعيب بيتزحلق معاه الجون طالع قافل عليه هو ما حطش جسمه كله بره طبعا تقريبا هو ما حطش عافيه يعني ما لعبش بقوه بالزبط. هو لعب على حركه الجون وشالها من جنبه الجون فعلا حط ايده بس خبطت ودخلت صحيح. نفس الهدف اللي هو جابه هنا الجون الرابع عايزين نستغل الشكل ده بنفس يا ريت ترجع في الصوره دي تاني اللعيبه اللي موجوده في الصوره دي محمد شريف بيرستاو كانين على الشمال قفشه محمد مجدي كويس وكان قبليهم احمد عبد القادر وطاهر ففي حتى شكل في التعامل اهو اديك شايف بين بيرستاو ومحمد شريف يعني ممكن محمد شريف يبتدي راس حربه وبيرستاو يبقى فاكر تحت زي ما بلال قال كنا بنقول بيلعب تسعه اي كوره جت ثانيه يا كابتن بيلعب نمره 10 خدت بالك بيرستاو شوف شكله عامل ازاي بالظبط يعني يقدر يلعب الحته دي ونقدر يبقى الناحيه اليمين مظبوط فيها انطلاقات يعني عندنا برضو من اللعيبه ومن التشكيل والفلسفه اللي احنا كنا بنتكلم عنها الاستراتيجيه اللي احنا نقدر نتعامل مع الوداد بكذا واجه من الوجوه وكذا حد من الفرديات واللعيبه حط احمد عبد القادر الناحيه اليمين دي او في الناحيه الشمال وقفشه تحت شويه تشكيله كده هتشوفها معينه هتلاقي عندك من امكانيك انك تواجه المباراه يعني الافيد الافيد من وجهه نظرك الفنيه كابتن شريف ان بيرستاو زي ما قال الكابتن بلال في بدايه الاستوديو يبقى هو اللي تحت راس الحرب الاصلي وممكن يكون مكان قفشه خد بالك يعني يعني هو هنا ده قاطع واخده بيرستاو ونفذ بيرستاو كل ما بيلعب تحت وبيتحرك في مساحات خاليه تظهر خطورته لما بيلعب راس حربه وبيبقى في تكتل خلي بالك ماتشين وفاء سطيف الديفنس مفتوح
وفي مساحات كبيره فبيتحرك بسهوله، لكن لما بيحصل تكتل في الدفاع الافضل انه من وجهه نظري يبقى شريف هو اللي قدام وهو اللي جاي حر من تحتيه، لكن لما هو بيروح في مساحه ضيقه عليه من عدد من المدافعين بيبقى ليك وجهه نظر فنيه كابتن يعني انفع ابقى مدرب يا كابتن؟ لا ممكن بس مش دلوقتي، لما قلت بيرسي تاو يلعب افضل مش دلوقتي افضل مش حاجه اللي يلعب تحت راس الحرب. خلي كابتن ينفع كابتن عادل ابقى مدرب ولا لا؟ ينفع طيب بس بيجي لك على صدام من ده تقول له ما ينفعش طبعا لحظه بس ينفع بس 3 و4 كابتن عادل هدف وفاق ستيف الكره كانت معانا في حوزه حمدي فتحي تمريره بالخطا هي تمريره بالخطا بدات بتمريره بالخطا اولا في حاجه مهمه قوي اللي واقف مين اللي هو كان لازم يروح للجنب شويه لازم ينزل يعمل له زاويه التمرير بالظبط علشان زاويه التمرير تبقى مفتوحه دي رقم واحد رقم اثنين لازم محمد عبد المنعم كان يدخل حتى حته الخطا لازم يتدرجها ان هو ينزل يعمل سبورت للي معاه كوره صح بغض النظر عن انه هيلعبها صح هيلعبها غلط صح. لازم اعمل حسابي لازم تعمل حسابك علشان اول ما الكوره تتقطع تعمل انت التغطيه والتعطيل ويجي اللي اتقطعت منه الكوره اللي هو كان حمدي فتحي صح مظبوط يدخل على طول الحاجه الثانيه المهمه حته انك انت الوقفه الثلاثيه على الاثنين دي غلط. يعني فيها مشكله كبيره قوي اول حاجه هنا ياسر ابراهيم في حاجه من الحاجتين ياسر لا تعمل عمق لا تعمل لا تكشف التسلل لا تطلع بره ايوه بالظبط يعني تطلع مفيش حاجه اسمها تبقى بين البنين حاجه مهمه يا كابتن بص في النظره دي حاجه مهمه قوي ايوه كابتن انت عارف الحكم لما يكون واقف اللي هو زميل لما يكون واقف قصادك كده وانت مدافع وبصيت له على الخط ده تعرف انت واقف فين بالظبط ممكن يبقى هو دليلك ودي بتقولها للعيبه ايوه مزبوط. دي بنعلمها للعيبه الفراوده بالذات بالظبط والمدافعين يا كابتن ده بيبقى دليلك للعب ده اسهل لانه لابس اصفر رقم واحد ممكن بترفع عينك تشوفه الحاجه الثانيه المهمه انك انت اول ما الكوره تتعمل بالطريقه دي لازم تقفل الزاويه بتاعه التمرير وواحد يبقى وراك ده يبقى فيه دفاع مشترك اللي هو ايه واحد وراه واحد دفاع المزدوج لازم عشان تتوقع انك هيتعدى منك ولازم تتوقع انك انت لما يتعدى منك هيتشط فهو لم لجوه وشطها بشماله وكان في يعني اهو الحته دي يعني انت لو واخده ويطلع بره بيه عادي ما هو لازم لازم تطلعه بره ما انت مزبوط. اول حاجه تقولها للمدافع خلي المهاجم يروح على المكان مش الاخطر ده رقم واحد رقم اتنين خلي المهاجم يروح على المكان اللي مش عدلته بمعنى ايه انت بتلعب واحد بيلعب برجله الشمال تعمل على يمينه خرجه على يمينه مزبوط. هو خرجه فعلا على يمينه بس هو دخل بيمينه هي في حاجه مهمه قوي هنا اول ما يخرج اللاعب اللي بيلعب بيمينه اللي هو اشول انت خرجته على يمينه لازم تتوقع حاجه لو شاط مش هتبقى مظبوطه فانت تعمل ايه ما تندفعش تثبت علشان هو لو شاط يبقى افضل لك انت فاهم خليته يعدل على الرجل الاقوى اللي بيلعب بيها يعني احنا قلنا يطلعه على اليمين صح يبقى مش هيشوط حتى لو شاطها تبقى ضعيفه يبقى انت عملت وظيفتك صح ما تندفعش اندفع اترقص راح على رجله اليمين على رجله اللي هي الاقوى فلبست واحد صحيح طيب الهدف الرابع كابتن احمد بلال او اللي هو الهدف الثاني بتاع وفاق ستيف فلو معانا الحلقه اتفضل يا كابتن بلال دي التصويبه يمكن يعني هو فضل ماشي فتره طويله من غير اي من غير ما حد يقابله خالص ودي بس خلي بالك هنا 3 من وفاق ستيف على رباعي النادي الاهلي لا هي الفكره كلها يا كابتن ان اللعيب اللي ماشي بالكره ده قعد تقريبا حوالي 20 متر ماشي بيجري بالكره لوحده من غير ما حد يقابله انت بالزبط. يعني في كره القدم علمونا زمانك كل ما تقابل 37 يارد على فكره لا التصويه من 37 يارد بكلمة المسافه لكن انا بقول لك هو مشي ليها مشي بكره في فتره كبيره من غير ما حد يقابله 20 متر من غير ما اي حد يقابله تمام هو ماشي من على الطرف كده وبعدين قطم لجوه تمام وبقى مواجه وحط الكره في الزاويه هي شوطه من بعيد شويه واعتقد ان هي ممكن تكون سهله على الشناوي مش صعبه يعني مش ده الجول اللي يدخل في الشناوي تمام لكن زمان كانوا المدربين يعلموا المدافعين انك ما يعني لازم تقابل من بعيد شويه ادي فرصه من بعيد شويه خلوش يقرب ما ترحلش قوي الا اذا كنت انت منتظر مثلا مدافع تاني هيجي عشان يساعدك مزبوط. لكن احنا هنا 4-3 فالطبيعي جدا انك لازم تقابل من بدري من بعيد شويه حتى الفاول اللي من بعيد
خطورته اقل بكتير جدا من الفاول اللي من قريب. يعني هنا مثلا لو عدى وحب يرقص تاني قبل ما يشوط فاول على 18 برضه صعب. أي. تمام. انما لو من بعيد شويه ممكن يبقى لو صعبة. عمل فاول خلاص الكره يعني ديد يعني بزبط. ماتت زي ما بيقولوا يعني فاهم قصدي. فهنا المشكله في الحته دي انك انت رقم واحد سبته يعدي. رقم اثنين ديانج الطبيعي ان هو ما يجريش كده. الطبيعي يكون مع بص اللعيب بيرقص ناحيه فين يا كابتن وديانج بيرجع على الجول بتاعه. انا كطبيعه الحال لازم احط نفسي كمدافع اثنين على واحد اثنين على واحد اثنين مدافعين على مهاجم. تمام. عشان اقدر يبقى ليا الاولويه ان انا الافضليه ان انا اقطع الكره دي. لكن هنا للاسف التصرف كان سيء شويه. بس ارجع اقول برضو بنتعلم من الحاجات اللي زي دي. ولكن الماتش سهوله الماتش ممكن تخليك تخطا في بعض الاوقات يا كابتن. يعني النهارده عشان الماتش سهل شويه فممكن الاخطاء تبقى مقبوله او التركيز الشديد ما بيبقاش موجود عشان انت برضو كسبان اربعه ورجعت سجلت هدف هنا. فاصبح عشان هو يكسب عنده لازم يجيب 6 اهداف. معنا وصول البعثه يا كابتن للمطار وان شاء الله يستقلوا الطائره ويرجعوا باذن الله بسلامه الله لمطار القاهره الدولي. وصلوا بالسلامه ان شاء الله يا كابتن. فعايز اقول لك بس في بعض الاوقات سهوله المباريات بتخليك تخطا اخطاء بسيطه بس أيوة. ممكن في واحده في الهدف ينتج او يصدر عن هدف. اتفضل. حاجه في الهدف ده مشترك مع الهدف اللي دخل فيه. دايما الوقفه بتاعتنا مش منضبطه. يعني لو البرجاوي جاب ال 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 اللاين اللقطه تاني اللقطه تاني اللي هي الجون التاني أيوة أيوة. وثبت عليها هتبص تلاقي ياسر ابراهيم واقف قدام الثلاثه. اول اخطاء اي دفاع انك ما بتبقاش عندك التزام بالخط علشان يبقى انت كده ما بتلعبش. انت عامل عمق. انت قصدك العمق اللي عامله ياسر ابراهيم العمق او ياسر ابراهيم. بص العمق ده يضرب الثلاثه دول يا كابتن أيوة. العمق ضرب الثلاثه يضربوا بالوانتو اول حاجه. علشان كده انت لو عملت ال- 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 الوقفه المنضبطه الاربعه يقفوا بخط واحد اللي بيحصل بتلعب معاك حاجتين. بتلعب على المسافه وبتلعب على ايه الاوفسايد. ودي حاجه مهمه جدا. حتى الجون الاولاني اللي دخل فينا كان كده برضه. ايوه صحيح. طيب كابتن شريف نتنقل بقى لنقطه ثانيه واللي هي النقطه الاهم في الفتره القادمه. كويس. النقطه الاهم في الفتره القادمه مباريات الدوري ودي فنيا واداريا او ادارتها لمستر موسيماني مع اللعيبه. الحاجه بقى اللي بيعملها الاتحاد الافريقي الان ضد النادي الاهلي ودي الاهم في بطوله افريقيا مباراه النهائي ان شاء الله امام الوداد المغربي. واصرار الاتحاد الافريقي على انه يلعب مباراه النهائي في المغرب. واحنا عارفين ان نادي الوداد المغربي هو اللي وصل لفاينل افريقيا. اولا تحديد الملعب وتحديد الملعب كان بيزامنه حاجه تانية. تاريخ تحديد الملعب تتكلم على فتره من اسبوع بعد ما الوداد كسب بيترو اتلتيكو هناك 3-1 تتكلم على انك حددت الملعب بتاع المباراه النهائيه في المغرب مره واحده كده. والوداد مفيش حاجه كده في الدنيا ولا في اي حته خالص ولا في اي اتحاد ولا في اي لعبه بالظبط. انا عند ما يوصل فرقتين اختار فرقه منهم واعمل لهم الفاينل. ايوه ده من ساعه ما ارجع بالتاريخ ورا مباراه الترجي وهم عايزين يدوا الوداد باي شكل وبرده ما بينفعش. كايزر شيف يصلحهم. ايوه وانت خرجتهم السنه اللي قبلها والسنه دي بيحاولوا معاك مظبوط وبيعافروا. ف واضحه قوي مين يقبل؟ ما حدش يقبل. لازم ناخد حقوقنا حتى في التحكيم على الاقل. هذا التحكيم ده مشكله ثانيه كمان. فتك الميري. طب انا بقى عايز التحكيم اديني تحكيم بقى. خلي بالك كمان العب في عطار بس اديني حكم الماني مظبوط اديني حكم من اوروبا طقم حكام وطقم فار اوروبي يجي يمسك الماتش وتعظيم سلام. لا بس عايز اقول لك حاجه يا كابتن يعني انت ليه تلعبني في المغرب؟ ده تاني سنه تلعب في خلي بالك دي تاني سنه على التوالي تلعب في المغرب. ده مخطط تالت سنه مش تاني سنه. طيب يعني الحكايه هي مش كده. هي مش لوي دراع. لا انت مع اكبر فرقه في افريقيا هي النادي الاهلي. لان النهارده انت عايز تاثر مجهود سنه بحالها مع فريق متلاحم معاه تلات سنين. احنا ما ريحناش. أيوة. احنا بقى لنا 3 سنين بسبب ان احنا بناخد بطولات افريقيا ما بنريحش شهر.
ولا بنريح 15 يوم. اللعيبه دي متلاحمه، ده غير اشتراكاتها في بطولات افريقيا وتصفيات كاس عالم. اللعيبه دي ما استراحتش بقى لها 3 سنين. خلي بالك الملعب ده كمان جت عليه غرامات لجماهير الرجاء في ماتش الاهلي والرجاء، وجت عليه غرامات للوداد في ماتش الوداد وشباب بلوزداد بسبب تصرف الجماهير. وديك شفت الماتش بتاع امبارح كمان. اه كان 1-1 وكان في كوره في اخر ثانيه في الشوط الاولاني لو دخلت كانت هتبقى مشكله كبيره قوي، وكور جت في القائم وكور جت في صدر الجون والتاني الظاهر في خط السته، كان في عدم توفيق لفرقه بترو اتلتيكو. يعني كان في حاجات كانت ممكن تحصل امبارح كمان. أي. وكان في تصرفات على شكل جنوني. أي. يعني بنتفرج عليه. مش عايز اقول لك الحمد لله من بعد ما احنا كسبنا النهارده لازم احنا برضو نشتغل بكل ما اوتينا من قوه، من بعد طيارات تجهيز لازم نحسسه ده بعيد عن حته الاتحاد الافريقي ده. يعني عندنا شغل تاني، يعني شغل تاني بنحضر نفسنا، انما الاتحاد الافريقي ده لازم يلاقي المواجهه، لازم يلاقي الخطابات، لازم يلاقي الاستدعاءات من جميع اصحاب اللعبه من فوق كمان. يعني لازم الشكل ده مش هينفع، لان الدنيا كلها مقلوبه اصلا، الدنيا كلها مقلوبه. على ايه واحد يقعد لي يروح واخد لي قرار قبل الماتش باسبوعين يقول لك لا انا هلعب في الحته دي؟ ايوه ازاي يعني؟ ايوه طيب نشوف بقى لجنه التظلمات دي شكلها ايه، مش في الاتحاد الافريقي. بس احنا كمان في نقطه كابتن مهمه جدا، لازم افصل لعيبتي عن الموضوع دوت. لا ما انت لعيبتك لازم، لعيبتك عرفت الطريق، لازم الموضوع ده ما يوترهمش. انت كنا بنتكلم في ماتشين دلوقتي في الدوري هم كفايه كده. ايوه الماتش الثالث ده اجازه، احنا في معسكر. أيوة. وبعد كده بنسافر بدري هناك نتاقلم على الجو. لا قصدي حته الملعب دول هم ما لهمش دعوه بيهم خالص. لا دي بالظبط لعيبه محترفه ما شاء الله. بالظبط ولعيبه مقدره. ايوه واللعيبه هي بقى صاحبه مجهودها دلوقتي السنه بحالها. اللعيبه دي هي اللي بتتوج في الاخر وهي اللي بتنصب لها كل حاجه مع الجهاز طبعا، مع كل الناس المسؤوله في المؤسسه. انما انت كلاعب بره الحكايه خالص. إيه وحتى الجهاز الفني بتاعك لازم يفصل الكلام ده بالزبط. كله بل العكس يدعمهم اكتر ده. أي. لو هنلعب هناك ما في لسه ممكن ان احنا ما نلعبش هناك وتبقى في امل ان يكون في حل للقضيه دي. الحكايه مش سهله، وفي بكره اجتماع زي ما انت قلت مجلس الاداره ان شاء الله هياخدوا فيه قرارات كتير اكيد مهمه جدا في شان هذا الموضوع. يعني ف انا كلاعب بلعب حسب ما بيقولوا لي، هتلعب ماتش يوم الاربعاء وبعدين ماتش يوم السبت، لازم هنا بقى يبقى في وقفه تانية. مش هينفع ثلاث ماتشات في اسبوع واحد وانت عندك نهائي افريقيا. نهائي افريقيا ده يعني نهائي وطني، نهائي افريقي مصري، يعني ده فرقه من مصر هي اللي بتمثل. ده احنا لما لو قدر الله كنا بره وفرقه عربي بتخش منه يبقى مع الفرقه العربيه اللي لا. وبص قال لك يعني المبررات بقى والحاجات اللي هي كوميديا، يعني فيها كوميديا كمان. قال لك ايه؟ ان السنغال انسحبت، محدش عارف ان السنغال انسحبت خالص، ده فجأة كده مرة واحدة جنوب افريقيا بعد ما خدوا القرار قال لك كان المغرب والسنغال، والسنغال سحبت. طيب قال لك كان في برضه ملعب نيجيريا ولكن استبعد. الله، طب ما نيجيريا هتنظم نهائي كونفدرالية. يعني بالعقل كده ما هي واضحة فاهم يعني. أيمن كابتن أيمن ما هي واضحة حبيبي. هي البعثة في المطار يا كابتن سفير طبعا والمهندس خالد المرتجي والدكتور محمد شوقي طارق قندير، الدكتور محمد شوقي، استاذ عمرو فاروق نائب رئيس مجلس الاداره. والفرحه طبعا على وجوه الجميع طبعا. بيتوج من الوصول للنهائي باذن الله. باذن الله ان شاء الله يبقى نفس البسمه ونفس الفرحه وهم راجعين باذن الله بالنهائي يعني باذن الله. فقصه افريقيا دي باذن الله فيها شغل لسه الفتره اللي جايه دي. مش هتتساب كده يعني. صحيح. لان ده مطلب جماهيري مظبوط. وقبل اي شيء الناس مش مبسوطه. ولا احنا مزبوط. مبسوطين ولا اللي حوالينا حتى مبسوطين، لانه اللي بيحصل فيا النهارده هيحصل فيك بكره. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كابتن اسامه كان ليك تعليق على الموضوع دوت وقلت لي حتى كمان انا عايز اتكلم في نقطه التحكيم كمان. اولا النادي الاهلي عمره ما كان هيعترض او هيتكلم عن حق من حقوقه لو الملعب اتحدد من بدايه البطوله. مزبوط. يعني قبل القرعه ما تتعمل او قبل دور المجموعات كانت قال الملعب اللي اتلعب فيه البطوله بصرف النهائي بصرف النظر عن الفريق اللي هيوصل ما كانش هيبقى فيه اي اعتراض لو قالوا في المغرب، قالوا في مصر، قالوا في السنغال، قالوا في نيجيريا. لكن المهندس سمير عدلي والكابتن محمد شناوي بيهدوا طبعا فنيله النادي الاهلي
للسيد السفير وطبعا شفت القيمه اللي كنت بكلمك عليها بيوقع عليها. ايوه تيشيرت النادي الاهلي دي لقطه تيشيرت النادي الاهلي صحيح. أيوة. فعلا اجمل هديه فعلا كابتن جيف زي ما قلت صحيح. فالملعب لو كانت حدد من بدايه البطوله ما حدش كان هيعترض حدش كان يتكلم، ولكن هي الفكره انه جاي قبل انت اسبوعين او ثلاث اسابيع من النهائي. يا ريت ثلاث اسابيع يا كابتن، ده من 10 ايام ولا اسبوع. لا اقصد على قبل تحديد 30 يوم 30 يعني قبل اسبوعين ثلاثه لما خلاص الامور ابتدت تبان. طيب في نقطه ثانيه برضو عليها على استفهام بالنسبه للاتحاد الافريقي. هم قالوا انه الفرق اللي عددوها او الدول اللي عددوها الخمسه ثلاثه قالوا ملعب مش صالح مش عارف ايه لغايه لما وصلت للسنغال والمغرب. أيوه. وفجاه في تضارب، مره يقولوا السنغال انسحبت ومره يقولوا تصويت للمغرب 16-3 يعني 16 لصالح المغرب لثلاثه لصالح السنغال. أيوه. فبرضه دي علامه استفهام يعني مش مفهومه. طيب الحاجة بعدين التانية كابتن السنغال انسحب مش بيبقى في بديل؟ طيب ما هي دي يعني النقطة. حد يدخل هي دي النقطة. ما هو بيقول لك لا، بيقول لك هو كده خلاص ان انت ما قدمتش من الاول او اي فرقة تانية. لا طالما في فريق او دولة انسحبت قبل تحديد الميعاد المفروض يبقى الناس تانية تتبلغ انه دولة تانية تخش، خاصة ان الدولة اللي هي المستضيفه لعبت النهائي السنه اللي فاتت برضه في ملعبها وليها فرقه في وليها طبعا فرقه في الفاينل ولعبت السنه اللي فاتت يعني سنتين ورا بعض. طبعا احنا يعني بنكن كل احترام لفريق الوداد المغربي طبعا لاتحاد الكره المغربي للشعب المغربي، ولكن النادي الاهلي بيدافع عن حقه من حقوقه. ولو حصل انه النادي الاهلي كانش الوداد هو الطرف، لو كان مثلا بيترو اتلتيكو هنلعب في انجولا كان حصل نفسه كان هيقول كده، او لو كان اي فرقه اخرى. مزبوط. بعيد عن العلاقات الطيبه بيننا وبين اخواتنا في المغرب والوداد. صح. والشعب المغربي يعني. صح. فكذا علامه استفهام، والنادي الاهلي وراه ملايين جماهير زعلانه. طب. فطبيعه الحال ان مجلس ادارته بيدافع عن حقه لانك انت مش نادي في الهوا، انت رقم واحد في افريقيا ولعبنا السنه اللي فاتت خلاص في المغرب. انت المغرب السنه اللي فاتت. ايه بقى المغرب 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 يعني مش فاهم. فطبعا علامات استفهام كتيره جدا. احنا برضو نتكلم مع احترامنا طبعا للشعب الجزائري طبعا والجمهور المغربي ودوله المغرب. انا اتفرج على ماتش كبير يا كابتن شريف، هو من حقه انه يطلب يتلعب عنده كل سنه. طبعا طبعا يعني انا عايز عايز يتلعب عندي كل سنه النهائي يا كابتن. بس انت كاتحاد افريقيا بالظبط زي ما قال كابتن اسامه. فكمان النقطه الاخرى بقى اللي هي نقطه التحكيم، لابد ان يجيبوا حكم مشهود له بالكفاءه. صحيح. حكم يكون في عداله تحكيميه واضحه. صحيح. صح. ويبقى يتعمل عليه رقابه كويسه، ودي هنتكلم فيها مع كابتن ناصر كمان. طبعا كابتن اسامه ان شاء الله. ودوا فيكتور جوميز امبارح الماتش. ايوه عشان يبعدوا شويه عن النهائي، رغم ان هو امبارح ما كانش موفق. يعني من اقل الماتشات اللي شفتها ما كانش فضل حالاته فعلا. صح. النتيجه زي النهارده احنا ما جبنا هدف ريحنا الحكم التونسي خالص في اول هناك برضو النتيجه متراجع وانت راجع من بيترو اتلتيكو ب3-1 مريح الحكم يعني. كابتن عادل عايز اقول لك معلومه كده على الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي حدد 2023 ملعب اتاتورك. مظبوط. حدد 24 ملعب رنز ارينا. ايوه. 25 عملوا يعني فين لسه المفترض ان هو هيحددوا بعد مثلا اسبوع ولا اسبوع. أي. ده 25. ايوه كبير. تمام. دي الشفافيه انك انت صحيح. ما عندكش غرض من انك انت تدي المباراه النهائيه ليه واهدافها ايه. مظبوط. تمام يا كابتن. الحاجه بقى المهمه اللي لازم نتكلم فيها في الوقت الحالي هو انت كاتحاد افريقي لما بتيجي تحدد الدول اللي بتلعب النهائيات تحدد دول اكتر عشان تنشر اللعبه وملاعب اكتر، ولا تدي لفرقه او بلد، انا بغض النظر عن المغرب حبايبنا واحنا بنحبهم، لكن تديهم سنتين ورا بعض. ده بيدينك. عارف بيدينك ليه؟ لان يبقى انت ما عندكش بنيه رياضيه في افريقيا. أيوة. او ما عندكش بلدان تستضيف نهائي في القاره. اما بالنسبه للتحكيم اتمنى
ان يجيبوا حكم ما فاضلوش سنتين او سنه في التحكيم. ايوه انا عارف الهدف. ايوه ده رقم واحد. لما بيحصل كده تعرف ان الموضوع رايح فين. ايوه الحاجه الثانيه المهمه انك انت وديتني المغرب وبعدين هتلعبني بحكم ملاكي زي ما انت. أيوه. على مزاجك. أيوه. مش هينفع معانا احنا النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي اللي بينجح بطوله افريقيا. خلي طبعا بقى. طبعا واقول لك حاجه، مش بطوله افريقيا بس، لما بيتكلموا على كاس العالم للانديه في اي دوله اللي بيحصل اللي بينجحها رقم واحد وجود النادي الاهلي. لا اوروبا الاول. اه طبعا بس وجود النادي الاهلي ريال مدريد برشلونه. أيوه. علشان القيمه التسويقيه. ماشي انت القيمه التسويقيه الافريقيه والعربيه النادي الاهلي كبطل الافريقي نمره واحد. مظبوط اكتر. شوف اكتر من اسيا. ايوه واكتر من امريكا الجنوبيه. أيوه. انت فاهم. أيوه. علشان في تسويق وفي جمهور وفي تيكت وفي حاجات كتير قوي. النادي الاهلي يجب انه هيدافع، واحنا عارفين واول قرار اتخذ الكابتن الخطيب خده انه، وده فكر الاداره المظبوطه دي حقيقه، انك انت ما شغلش اللعيبه او اي حد الا بالمباراه الثانيه. بالظبط. صعدنا قال لك اجتماع بكره عشان نقرر هنعمل ايه ونقول احنا عملنا ايه وهنعمل ايه. ولازم كمان يكون في فصل بين اللي بيعمله مجلس اداره النادي الاهلي واللعيبه، ما لهاش دعوه بحاجه خالص. اللعيبه في الملعب طبعا. حتى التهيئه النفسيه، حتى لو اتلعب الماتش في المغرب، التهيئه النفسيه مطلوبه بشده الفتره اللي جايه. هم مهيئينهم دلوقتي على المغرب. بالظبط كده. انا لازم الجهاز الفني يشتغل عليها من بعد القرار. احنا طبعا سايبين امور لمجلس الاداره، وان شاء الله باذن الله الفاينل ان شاء الله النادي الاهلي يطلع فايز باذن الله رب العالمين. خلي بالك في نقطه قبل ما تروح لبلال، النادي الاهلي ما بيتكلمش عن كده لانه خايف. لا لا لا، الاهلي لاعب. ايوه بيتكلم عن، بيدافع عن حق من حقوق. لكن النادي الاهلي بيلعب في اي حتة. مكان مظبوط يا كابتن، وياما خدنا بطولات. أيوة. خارج ملعبنا بس اديني حقي. ايوه بالظبط. كابتن يصلح المعلومه دي، 24 هيلعب في انجلترا. في انجلترا و25 هيلعب في ارينز ارينا. حتى حددوا ال 25. ده ساعات خلي بالك كمان بيبقوا محددين ايه الملاعب البديله. يعني لا غيرنا خالص. اتفضل يا كابتن بلال. انا ليه وجهه نظر تاني خالص يا كابتن. اتفضل يا كابتن. هو اصلا ليه ليه ليه, ليه بطوله افريقيا الفاينل تلعب من ماتش واحد؟ يتلعب ماتش واحد. انا قلت نفس الكلام على فكره. انا قلت ماشي انتوا عايزين تلعبوا المغرب. ايه الحكمه؟ لعبوني ماتش عوده في القاهره. ايه الحكمه بس؟ اولا انت عشان تلعب ماتش واحد هتفتقد وجود، يعني لو تلعب الماتش ده في نيجيريا مثلا محدش هيجي. مين اللي هيروح؟ بالظبط. لو تلعب في السنغال مين اللي هيروح؟ محدش هيجي. طب انت في اوروبا بتعملوا كده ليه؟ عشان المسافة يا كابتن ساعتين زمن، ساعة زمن بالعربية بتقدر تروح. مزبوط. تمام. حلو. ويعني أوروبا الدنيا كلها جنب بعضها وفي مشجعين لكل الفرق الكبيرة توال في كل البلدان الأوروبية. حتى اقتصاديا هم يعني قدروا. بالظبط. إمكانيات يا كابتن، إمكانيات. إنما أنت النهاردة هنا في إفريقيا أروح أعمل ماتش في السنغال فاينل إفريقيا، طب مين هيروح للسنغال يتفرج عليا؟ بالظبط. مين يعني الجمهور؟ ايه انت عايز ايه؟ عايز تسوق للماتش بشكل، سيبك من البطوله بشكل عام، الماتش عايز تسوقه بشكل كويس، عايز تطلع تنظيميا عملت حاجه جيده. اللي هيساعدك على كل ده اولا الملاعب، الاستاد. تمام. والفرق طبعا. او طبعا والفرق. بالزبط. والفرق دي حاجه. بالزبط. مهمه جدا. الملاعب في افريقيا للاسف تعبانه جدا. صح. تمام. تعبانه جدا اغلبيتها. الجمهور بقى اللي بينجح اي ماتش في العالم، اي ماتش في العالم. ما احنا كنا بنتفرج على ماتشات ايام الكورونا اوروبا في انجلترا. ولا صح. كانك بتتفرج على، ولا كانك بتتفرج على، مفتقد متعه المباراه تماما. فعلا. تماما. السيتي بيلعب ليفربول، مانشستر سيتي بيلعب يونايتد، مدريد بيلعب برشلونه، احنا مفتقدين للمتعه الحقيقيه بتاعه الكوره. تمام. فانت النهارده عشان ترجع المتعه الحقيقيه لازم في افريقيا بالذات. مزبوط. يبقى الفاينل ماتشين رايح جاي. نلعب هناك ان شاء الله، نلعب في موزمبيق، هنلعب هناك. ما احنا خدنا بطوله افريقيا من القطن الكاميروني هناك في القطن الكاميروني. على فكره دي وجهه نظري. تمام. من اول ما قلت ما قالوا المشكله دي افريقيا ما ينفعش يا كابتن. النهارده عشان نروح السنغال عايزين لها 18 ساعه. أيوة. طب انا يعني الجمهور، انا بكلم الجمهور يعني. أيوة. انت عارف مثلا تروح في 6 7 ساعات دايركت، لكن انا كواحد مثلا مشجع عايز اروح اشجع النادي الاهلي في السنغال هناك ولا في الكاميرون عايز لي ايام. تمام. عشان أيوة. اسافر. أيوة. يعني كانك بتسافر بجمل. الموضوع صعب العدد. طبعا صعب جدا. مزبوط. ومين هيروح هناك يا كابتن؟ مزبوط. فانت النهارده فعلا عشان البطوله تتحقق وتبقى تجيب نجاحات
اعمل ماتش هناك. السنغال لو صعدت هيبقى الاستاد مليان بالزبط. اما مشجع للسنغال بالزبط. القاهره النادي الاهلي هنا الناحيه دي تمام هتبقى الاستاد مليان وهيبقى الماتش وكان كانت الاجواء طبيعيه جدا قبل صحيح. قصه الماتش الواحد مزبوط. دي رقم واحد. رقم اثنين انت هو احنا يا جماعه احنا تهينا الاتحاد الافريقي احنا عمالين بنتكلم كلام يعني بنحاول نحسن من 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 الالفاظ شويه لكن الاتحاد ما هو المعلومه واضحه المعلومه واضحه وصريحه جدا جدا هو النهارده زي ما قال كابتن عادل قال قبل من شويه قال يا جماعه هو بيدور على ايه بيدور على فايز تاني مش عايز انت تفضل تفوز على طول تفوز انت على طول ليه ليه يا كابتن ليه يعني القاره السمراء ما فيهاش بطل من بعد ما زيمبي بياخد البطوله تمام النهارده بقت الاهلي بياخد الترجي بياخد الوداد بيكسب تمام الرجاء بيلعب بكاس عالم للانديه لما كان وكان بيحقق نتائج جيده فانت النهارده هو بيدور على حد تاني لما يخرج الاهلي السنه دي يقدر يدخل الفرق الافريقيه الثانيه بعد فيما بعد تمام صحيح. ما هو النهارده انت عندك بطل هو المسيطر خرجه هتبقى سهل تدخل اي بطل تاني فاهم قصدي الامور مزبوط. هتبقى سهله بالنسبه له فاهم تحكيميا طبعا يعني لينا حوادث كتيره مع الاستاذ اللي هيحكم الماتش اللي جاي ربنا يسهل ما يبقاش هو لينا حوادث كتيره جدا جدا يعني لو 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 هيبطل يبقى هو يبقى حاجه تانية مهمه فتش على شخصيه في الاتحاد لما لسه كنت هقولها دي قويه اقوى رجل في الاتحاد الافريقي الان مش رئيس الاتحاد للاسف راجل مش رئيس الاتحاد راجل ولا رجل رجل هو رجل وبينتمي لدوله المغرب ولكن احنا بنتكلم بس على بس كابتن فين نقطه بس معلش عشان بقى عشان ندي كل حاجه حقها ايوه اتفضل الاتحاد المصري مخطئ ايوه طبعا مخطئ بشكل كبير جدا أيوة. لما يوصل له جواب بتنظيم البطوله بتنظيم نهائي افريقيا في مصر وما يردش على الجواب ده وهو عارف ان ممكن الاهلي تمام يبقى طرف من طرفين الفاينل يبقى الاتحاد المصري بس يا بلال هي معلش الاتحاد الافريقي مع كابتن الأفريقي بص هو الاتحاد الافريقي مبيت النيه كابتن صحيح. هو ما احنا ما انا قلت لك يا كابتن ما احنا قلنا الاتحاد الافريقي نوايا بص يا كابتن نوايا واضحه وصريحه يا كابتن الاتحاد احنا قضيتنا مش مع الاتحاد المصري يا كابتن قضيتنا في الوقت الحالي الاتحاد الافريقي انا معاك قلبا وقالبا ونواياهم معروفه واحنا عارفين هم يعني عايزين يعملوا ايه تحكيميا واداريا مظبوط تمام لكن في جزء الناحيه دي صحيح طيب ماشي احنا لا ما تخبزليش في جزء الناحيه لا صحيح ماشي. طيب عموما احنا عارفين زي ما بنقول نوايا الاتحاد الافريقي وعلى فكره مش وليده السنه دي لا وليده السنوات السابقه وزي ما احنا شفنا في اكتر من موقف هم بيدوسوا ازاي على النادي الاهلي وعارفين غرضهم ايه بالنسبه للنادي الاهلي من كام سنه مش من السنه دي بس من كام سنه وان هم بيضعوا في بعض الاحيان العراقيل امام النادي الاهلي ولكن ان شاء الله باذن الله زي ما قالوا الكباتن نادي الاهلي قادر على انه يفوز بالبطوله في اي حته في اي ملعب ولكن احنا بنتكلم عن حق من حقوق النادي الاهلي في الفتره الحاليه هندافع عنه واكيد المسؤولين هيدافعوا عنه باستماته وان شاء الله باذن الله بعون الله النهائي بتاع النادي الاهلي في لقطه النهارده لقطة جميلة جدا ولقطة عظيمة جدا 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 هنشوفها على الشاشة ونجومنا الكبار هيعلقوا عليها لقطة كابتن شريف كابتن أسامة كابتن عادل كابتن بلال في غرفة ملابس ليفربول بعد فوزهم بالكأس النهاردة ويتوسط الغرفة كابتن مؤمن زكريا أكثر حاجة دعم يعني نفسي بنشكر عليه محمد صلاح الحقيقه طبعا هو خالص الشكر لصاحب اللقطه دي وخالص الشكر لليفربول كلهم بصراحه طب نسمع هو بيقولوا ايه ماشي لقطة عظيمة جدا 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 لقطة بتعبر عن حاجات كتير قوي معاني الإنسانية كلها معاني الإنسانية كلها مشمولة في اللقطة اللي احنا شفناها واللي شفتوها حضراتكم كابتن شريف لقطة
عظيمه جدا وشكر خاص لكابتن محمد صلاح ولاعبي ليفربول طبعا. هي مش مؤثره بس يعني فيها كم من الانسانيات من جميع الناس اللي موجوده ومسؤوله في ليفربول وخاصه محمد صلاح. طب محمد صلاح كسب النهارده 100 مليون ويمكن قدهم كمان مرتين ثلاثه في العالم كله يعني. ووجود كابتن مؤمن زكريا في وسطيهم بيفكرني طبعا بنفس الشكل في نهائي افريقيا لما احنا خدناه واهدي واللعيبه كلها اهدت البطوله. يمكن ده الايحاء اللي خلى محمد صلاح يفكر في نفس الشكل واستعان بمؤمن زكريا النهارده انه يكون الايقونه اللي ان شاء الله تديهم الكاس والسيناريو كمان والسيناريو. شوف ربنا السيناريو وصل لحد ركلات ترجيح وفوز ليفربول بالبطوله ويمكن يكون نهائي اوروبا بنفس هذا الشكل. يمكن يكون وجود هيبقى موجود باذن الله يمكن نهائي افريقيا ان شاء الله نهائي افريقيا بالنسبه لي ونهائي اوروبا بالنسبه لليفربول كمان ده يعني كان وشه حلو عليهم النهارده وبندعي له بالشفاء وبندعي له يرجع تاني بيجري في الملاعب ولاولاده ولبيته يا رب وهو عارف ان كلنا بنحبه وبندعي له يعني يا رب ان شاء الله. مبروك ليفربول النهارده مبروك محمد صلاح مبروك مؤمن ان شاء الله نشوفك قريب باذن الله. كابتن اسامه يعني السعاده اللي الواحد شافها في وش مؤمن زكريا وهو كان مبسوط جدا. اي حد في العالم يتمنى يكون داخل غرفه ملابس ليفربول وهم بيحتفلوا ببطوله الكاس يعني. فلقطه معبره جدا وهو كان سعيد سعاده غير طبيعيه صحيح. ودي يعني ربنا يسعده دايما وان شاء الله يقوم بالسلامه. وزي ما كلكم قلتوا شكر خاص لمحمد صلاح ولاعيبه ليفربول على الـ يعني الاحساس اللي ادوه لواحد عشان يسعدوه او يخلوه مبسوط يعني. فمبروك ليهم البطوله النهارده وشكرا لمحمد صلاح. كابتن عادل سريع يعني ليفربول فريق كبير طبعا ومحمد صلاح انسان بغض النظر عن من افضل لاعبي العالم في الوقت الحالي كمان انسان ومؤمن يستاهل يعني مش عارف اقول ايه يعني. مؤمن بالنسبه لي يعني ابني وحبيبي وصاحبي يعني ربنا يشفيه يا رب ربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله. كابتن بلال والله يا كابتن ما فيش حاجه تتقال هنا غير ان احنا بس يعني 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 ندعي للاثنين الحقيقه يعني ندعي لمحمد صلاح ربنا يكرمه يعني انك يعني انك تظهر يعني او تخرج البسمه من بني ادم في ضيق موضوع بس الجانب الانساني طبعا موضوع يعني عظيم قوي يا كابتن والله العظيم يعني صحيح. وربنا صحيح. كمان يشفي مؤمن ويعافيه ويعفو عنه يا رب يا رب ان شاء الله يعني شفاء لا يغادر سقما باذن الله تعالى ان شاء الله. فيعني ربنا يكرمك يا محمد صلاح يعني وربنا يشفيك يا مؤمن يا زكريا يا رب اللهم امين يا رب باذن الله ربنا. سريعا رجل مباراه اليوم شخصيه النادي الاهلي النهارده كلها كابتن عادل نفس شخصيه النادي كابتن اسامه انا شايف الروح العاليه للفريق النادي الاهلي بس اللعيبه انا شايف ان ديانج كان رقم واحد. كابتن بلال يعني اتفق مع كباتن يعني شخصيه النادي الاهلي ودي رقم واحد ديانج رقم اثنين النهارده لا اسف بيرسيتاو بيرسيتاو بالنسبه لي بيرسيتاو يعني النهارده يعني من افضل مبارياته الحيه النهارده يعني اثنين اسيست رائعين جدا 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 يعني. شخصيه النادي الاهلي روح الفانيلا الحمراء من وجهه نظري هم نجوم مباراتي الذهاب والعوده امام وفاق ستيف وبيرسيتاو كابتن وبيرسيتاو ايوه وديانج نروح لفاصل ديانج ومين ديانج ماشي نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس ارجوكم انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي لي كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عباني كابتن اسامه عرابي وكابتن علاء عبد الرحمن وكابتن احمد بلال. اهلا بيك منورنا مبروك النادي الاهلي على الفوز والاداء. كمان النادي الاهلي دايما يعني زي ما حضرتك قلت كابتن وبتقولها دايما هو مصدر السعاده لمصر
ونتمنى ان شاء الله باذن الله المباراه النهائيه يا كابتن عادل النادي الاهلي يفوز على الرغم من الضغوط دي يا كابتن احمد. قبل ما اخش في التحليل التحكيمي هكلم في نقطه مهمه جدا يا كابتن ايمن وهو التحكيم في المباراه النهائيه. خلي بالك هي العمليه يعني محدده يا كابتن اسامه. احنا عندنا 8 حكام تقريبا هيروحوا كاس عالم او تم يعني اختيارهم ان هم يروحوا كاس عالم. 4 منهم لعبوا في الفتره اللي فاتت. عندنا بملك الاثيوبي، عندنا الحكم اللي هو فيكتور جوميز، عندنا كمان مصطفى غربان لاعب. فاضل مين؟ مين اللي فاضل يا كابتن؟ هيبقى في بكاري جسامه، في نداله الكونغولي، في ماجيتي ناداي، ادي 3، وفي حكم البروندي ادي 4. يعني واحد من الاربعه يا كابتن شريف هو اللي هيدير المباراه النهائيه. ما عندناش حد تاني غير الاربعه دولت. ولما تيجي نتكلم في يعني انا هتكلم في نقطه مهمه كحكم. لما احمد بلال النهارده واسامه او شريف او عادل في مباراه زي ديت كلاعب بيبقى مطلوب منه كابتن احمد مهام من الجهاز الفني يؤدي في هذا المباراه. الجمهور اكيد بيبقى ضغطه، كل الدنيا بتبقى ضغطاه عشان ينزل يؤدي. مش هينفع ده كله كابتن اسامه ويبقى كمان ضغط التحكيمي في المباراه. اصعب شيء للاعب وهو نازل يا كابتن احمد ان هو يبقى قلقان من حكم. يبقى انا النهارده لما اجي اعمل تنافس يا كابتن شريف على كوره ببقى داخل وخايف. ليه؟ ما انا ممكن الحكم يتلكك في بدايه مر انذار في انذار وبره. اذا النهارده لو انا كلاعب لم اشعر بالامان تماما في هذه المباراه من التحكيم ده هياثر على اللاعبين داخل ميدان اللعب، بالاضافه طبعا للضغوط اللي هي بتبقى على اللاعب داخل ميدان اللعب. يبقى اذا النهارده احنا بنطلب العداله التحكيميه يا كابتن شريف. العداله التحكيميه انا من وجهه نظري في ظل هذه الظروف والظلم اللي اللاعبين تعرضوا ليه، انت بتتكلم النهارده النادي الاهلي يعني تحمل المشقه والتعب والجهد من سواء مجلس اداره او لاعبين جهاز فني، سفر رايح وجاي، كل الكلام ده تعب عشان اوصل للنهائي، وتيجي انت حضرتك في النهائي تجيب لي حكم ممكن الحكم دوت ممكن يعني بقرار صغير يضيع مني بطوله زي دي يا كابتن شريف، وده صعب. ده لسه كمان على الفار. ما انا هتكلم يا كابتن. لك واحد كده؟ انا لو تسالني يا كابتن كده. انا اتمنى يا كابتن اسامه بجد يعني بعد الضغوط اللي انت عملتها على النادي الاهلي وبعد الظلم اللي هو تعرض ليه وهيلعب مباراه في جمهور وملعب الوداد مع احترامي طبعا للاشقاء المغاربه، يا ريت تجيب طاقم تحكيم يعني على مستوى عالي من بره من اوروبا. الدوري الانجليزي عندنا حكام كويسه، عندنا الدوري الالماني يعني انا بقول في ظل هذه الظروف الاستثنائيه لوائح الاتحاد الافريقي والله انا بقول ده رايي يعني مش يعني ما فيش ما يمنع انك انت النهارده عشان بقى تخلي الشكل حلو بقى انك انت تجيب طاقم تحكيم من الخارج، لان في ظل هذا التحكيم انا بقول اهو هيبقى ضغط تاني على النادي الاهلي داخل ميدان اللعب. يا رب ان اللعيبه تستحمل كل هذه الضغوط يا كابتن ايمن في المباراه اللي جايه، ونتمنى حتى لو كان في ماجيتي ناداي او بكاري جسامه او جان جاك نادالا يبقى عندهم العداله التحكيميه ويوفروا الحمايه والامن للاعبي داخل الاهلي داخل ميدان اللعب. نروح لصادق السلمي كابتن ايمن. زي ما قلت في البدايه النادي الاهلي من هذه المباراه الاولى 4-0، اي حكم بيبقى رايح كابتن عادل مباراه سهله جدا جدا جدا، واللي سهل المباراه اكتر ايه؟ الهدف اللي في دقيقه 3 مظبوط احمد عبد القادر. يعني انت النهارده كحكم لو عندك شويه تعاطف او 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 مش هتكلم في تفاصيل خلاص النادي الاهلي حسم الامور 4-0 وفي دقيقه 3 هدف لاحمد عبد القادر خلاص. فالنهارده النادي الاهلي النهارده سهل مهمه صادق السلمي في ادائه للمباراه، والحالات التحكيميه يعني ما فيش اختبارات كتيره جدا زي ما قلت لك، ما فيش ضغط على الحكم خلاص الاهلي سهل والحكم ارتاح تماما للنتيجه والمباراه. الحاجه الاخيره كمان يا كابتن عادل النهارده اللي احنا شفناه كابتن احمد الروح الجميله جدا جدا ما بين لاعبي وفخستيف والنادي الاهلي صحيح. روح عاليه جدا جدا صحيح. جدا وانا بحيي هذه الروح. ليه؟ ده نوع برضك من نوع انك انت الحكم بيبقى نفسيا مرتاح لما يبقى اللاعبين داخل ميدان اللعب كلهم على وفاق وفي روح، اكيد الحكم بيبقى بيلعب مباراه سهله. نروح للحالات سريعا كابتن ايمن اتفضل يا كابتن، ونشوف الحكم التونسي. هو هنا حاله من الحالات مهمه جدا جدا، هي طبعا هي كرة هنا ما جاتش اصلا كابتن اسامه في الايد، بس انا هشرح افتراضا لو هي جت في الايد النهارده في حاجتين اتنين يا كابتن احمد كابتن عادل. لو علي عبد الرحمن النهارده بيلعب الكوره متعمد يلعبها وجت في ايديه حتى لو ايديه مفروده طالما انا عندي نيه اللعب
يستمر اللعب، ما فيش مخالفه لمس الكره بالايد. تاني يعني النهارده لو معلول النهارده بيلعب بيشوط والكره بتيجي من رجليه لايديه اللي هي مش في وضع طبيعي، يستمر اللعب. امتى تحسب؟ لو ارتدت ارتداد من الجسم ثم راحت في الايد اللي هي مفتوحه ديت، هنا في مخالفه لمس الكره. ده الفرق ما بين انك انت تلعب وان الكره ترتد فيك وتروح لايدك. ولكن هنا في الحاله ديت هي الكره من القدم اليسرى ثم بترتد في صدر علي معلول، وهنا لا مخالفه في هذه الحاله اللي هي كانت الحاله الاولى اللي كانت معانا. الحاله الثانيه هنا برضك، هنا فهمك للقانون يا صادق كابتن ايمن كابتن اسامه، احنا قلنا لما الكره تصطدم بالحكم امتى يعمل اسقاط كابتن احمد؟ امتى تعمل اسقاط وامتى تخلي اللعبه تواصل؟ في حاجتين اتنين كابتن عادل. لو انا هعمل اسقاط، لو هي هذه الكره اللي هي الباص، الباص معمول من اليو رايح تقريبا لهنا للاعب النادي الاهلي، ايوه، اذا هنا هو هغير استحواذ. السؤال مظبوط، غيرت استحواذ يا كابتن احمد، هي راحت برضك للاعب الاهلي، ايوه. امتى اعمل اسقاط؟ لما الكره دي لو راحت فريق الخصم تتقطع وتيجي للخصم هنا. مزبوط. انا برجع اعمل الاسقاط هنا. والنهارده هو طبعا اخطا، وكان يجب عليه ان هو ما يوقفش اللعب، هو اتخض اول ما الكره جت فيه وبالتالي عمل الاسقاط. وهنا بنقول طبقا للقانون كان يجب انك انت تخلي اللعب تواصل، لان دي مش هجمه واحده قوي، ده لسه في نص الملعب. الحاله اللي بعد كده ونشوفها، طبعا هنا الهدف اللي هو جه، وهنا طبعا الفار على حسب خطوطه اللي جت، وهنا اللاعب هنا سته مغطي بالقدم اليسرى، وبالتالي هنا الهدف هدف سليم، وتمركز الحكم مساعد ممتاز جدا جدا مع اخر تاني مدافع. الحاله اللي بعد كده نفس اللعبه كابتن، هنا هم طالبوا هنا بركله جزاء كابتن احمد. يمكن هنا صادق السلم كان متواجد في الحدث، كان عنده زاويه رؤيه كويسه قوي قوي، وكان مركز. الكره هنا تصطدم بالصدر، وطبعا والايد طبعا الراجل اللاعب النادي الاهلي 8 حمدي فاهم كويس قوي قوي، ومش عاوز حد يتلكك له، فحط ايديه ورا ظهره عشان الكره ما تجيش في الايد اللي هي ممدوده او الايد اللي هي مرفوعه. هنا الكره تصطدم بالصدر، وهنا لا وجود للمسه يد في هذه الحاله. ديانج، وهنا بنقول حاجتين، لو لم ينجح ديانج في ان هو يستقلص ويزق الكره كابتن شريف كان خد رجل اللاعب. الحاله ديت هم برضك طلبوا في ركله جزاء، ولكن هنا لو معانا اللعبه هو قريب قوي يا كابتن، برافو عليك جدا، برافو قريب قوي. هو النهارده زي ما قلت لك، بص يا كابتن، طول ما انت ما عليكش ضغوط بتبقى فايق، صحيح. اصعب شيء على اللاعب وعلى الحكم الضغوط، هو النهارده ما عندوش ضغوط، وبالتالي بيجري ويتحرك، وهنا التمركز هنا طبعا رائع جدا جدا وشايف كويس قوي قوي. ديانج هنا طبعا بالسن الحذاء شاط الكره، واللاعب هنا سقط، وهنا لا وجود ايضا لمخالفه لمس مخالفه العرقله من اليو ديانج. الحاله اللي بعد كده دي كانت اخر حاجه. تاني كابتن ايمن، هو صادق السلم النهارده يعني النادي الاهلي النهارده كان سبب في ان هو يؤدي بشكل كويس مع طاقم التحكيم التونسي بالكامل. تاني بنقول من فضلكم كفايه ضغط على النادي الاهلي بجد، صحيح، وكفايه ظلم النادي الاهلي خلاص. مباراه اللعب هناك بنطلب حاجه واحده بس، العداله التحكيميه وتوفير الحمايه وشعور اللاعبين بالامان، ودي اهم حاجه بقولها. ان لم يشعر اللاعب بالامان داخل ميدان اللعب صدقني هيقل من كفاءته ومن ادائه في ميدان اللعب. تاني بقول، انا سالني طاقم تحكيم اجنبي ومعلش، ودي مباراه استثنائيه، وتبقى انت عملت حاجه جميله جدا الاتحاد الافريقي، وفرت العداله على الاقل انك انت جبت طاقم التحكيم في هذه المباراه. مظبوط يا كابتن، نشكرك شكرا جزيلا، خبيرنا التحكيم المتميز دايما كابتن نصر عباس، الف شكر يا كابتن. شكرا كابتن علي، شكرا. بمناسبه الكلام اللي قاله الكابتن ناصر، وان النهارده كانت المباراه مثاليه من جميع الوجوه، بالنسبه للجمهور، بالنسبه للفرقتين في الملعب، كان في تعاون بين الكل. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وجه الشكر والتحيه الى نادي افاق سطيف وادارته وجماهير الجزائر الشقيقه على كل ما لقته بعثة النادي الأهلي من اهتمام ورعاية طوال فترة وجودها في الجزائر، وأضاف أن البعثة تم استقبالها بحفاوة بالغة وكرم ضيافة، وهذا ليس بجديد على الشعب الجزائري الشقيق. كمان أضاف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي شدد على الروح الطيبة التي سادت المباراة بين لاعبي الفريقين والتشجيع المثالي لجماهير وفاق سطيف، وهو ما يعكس قيمة الرياضة التي تزيد من التقارب والمحبة بين الشعوب. تمنى الكابتن محمود الخطيب التوفيق لنادي وفاق سطيف في الفترة القادمة، والسعادة لجماهيره التي ضربت مثلا في التزامها وروحها الرياضية العالية. بانتهاء الفقرة التحكيمية أعزائي المشاهدين، بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي.
لمباراة الإياب بين الأهلي ووفاق الصيف في الجزائر والتي انتهت في الدور قبل النهائي لبطولة أندية أفريقيا أبطال الدوري، انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 وصعود النادي الأهلي للمرة الثالثة على التوالي وال15 في تاريخه لنهائي بطولة الأندية الإفريقية أبطال الدوري. خطوة، وإن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي قادر على تحقيق اللقب وحلم جماهيره الكبيرة بإذن الله. ألف مبروك مرة ثانية النادي الأهلي، والتوفيق الفترة القادمة إن شاء الله. حابب أشكر في النهاية نجومنا الكبار اللي شرفوني النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم، ألف شكر يا كابتن أمتعتنا. بشكرك كابتن أيمن، وألف مبروك وعقبال النهاية بإذن الله. بإذن الله رب العالمين. كابتن عادل عبد الرحمن، ألف شكر يا كابتن أمتعتنا. كابتن أيمن، وأتمنى من جمهور النادي الأهلي المساندة بإذن الله إلى مباراة النهائية وناخد الكأس إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. كابتن أسامة عرابي، ألف شكر يا كابتن أمتعتنا. شكرا لك أيمن، ومبروك الوصول وبالتوفيق في الدوري العام، وان شاء الله في النهائي باذن الله رب العالمين. كابتن احمد بلال، الف شكر. ربنا يخليك كابتن ايمن، ربنا يكرمك. مبروك للاهلي طبعا، وان شاء الله نبارك لينا والجمهور الاهلي باذن الله ان شاء الله وبعد النهائي القادم باذن الله رب العالمين. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى وارق تحياتي.